والمسيحي الحق يتقال هو اللي قتل المسلم. المسيحي قتل المسلم هناك؟ الكلام ده من قلب البلد، انا مش بقوله تحريض لا من ده ولا من ده، وبعدين انا مسيحيه، انا مش اه مصلحتي ان اقول الكلام ده. يعني في المشاجرة اللي حصلت بين المسلم بين المسيحي والمسلمين، تم حصلت في المشاجرة ديت لما جم بالوادر قدام بيته، قتل يعني مين اللي قتل مين؟ المسيحي هو اللي قتل المسلم، ايوه او يعني غالبا طعنه، اللي هو وبعديها ب4 ساعات هم قالوا ان هو مات. بعد 4 ساعات من طعنه هو مات، بس هو حرق له البيت، يعني المسلمين حرقوا له البيت الاول. ده هو لغاية دلوقتي محروق في حدود 4 بيوت مش واحد. طيب خلينا اعرف التفاصيل بعد اذنك، عشان على الهوا صعب ان احنا نلقي حاجات زي كده من غير ما نتاكد. بعد اذنك، شكرا ليكي، شكرا ليكي. طبعا زي ما متعودين قناة الطريق، ان المسؤولية تقع على المتحدث والمتكلم بالتليفون. انا ما اعرفش اي تفاصيل لغاية ما نعرف التفاصيل بعد اذن المشاهدين يعرفونا بالظبط اللي حاصل من قلب الغريزات. مش عايزين واحد عايش في امريكا ولا عايش في ايطاليا ولا عايش في مش عارف ايه يسمع بالتليفون. عارفين لعبة التليفون الخربان، مش عايزينها في على قناة الطريق. اتفضل، مين معايا؟ الو الو، اللي على الهوا معايا مين؟ ألو، ايوه يا فندم، اتفضلي. أيوة، ازيك يا أستاذ جوزيف، عامل ايه؟ نشكر ربنا، اهلا بحضرتك، اتفضلي. أيوة، بس يا أستاذ جوزيف أنا عايشة في أمريكا، ولسه ناس مكلماني من اسكندرية، اه وبس يعني احنا قرايبنا كلهم في الغرزات. هو في طبعا دلوقتي، أنا مش عارف، أنت زي ما قلت ما تقولوش حاجة كام بيت ولا، اه المشكلة إن في حاجة هناك، المشكلة إن في المفروض ناس تتدخل دلوقتي علشان تحل، يعني ناس خايفة في بيوتها والأطفال خايفة والستات، فده حرام الرعب اللي هم فيه ده هو. فالمفروض ناس يعني تشوف الناس ديت، يعني ده دلوقتي سواد الليلة، مش عايزة أقول لك، يعني أنا انت قلت ما تقولوش كام بيت اتحرقوا، بس هو في بيوت بتتحرق، طب لغاية الصبح يبقى كام بيت مثلا، والموضوع هيتفاقم، انا ثم انا ما بس حدش انا هي. يعني سامحيني ان انا بعمل كده لانه مصداقية لا القناة. انا فاهمك، انا فاهمه، ما دي مسؤوليه عليك برضو، انا فاهمه انا فاهمه، بس صدقني احنا عايشين هنا، يعني اهلنا برضو، والواحد بيحط نفسه مكان الناس دي، فالمفروض حتى طب الجيش يتحرك، الحكومه اي حاجه تمنع الناس دي يعني من حرق البيوت، يعني انا عامله على الاطفال والستات والرجاله المحبوسه في بيوتها، طب وبعدين والليل دخل عليهم دلوقتي، ويا عالم اللي هيحصل بعد شويه. فالمفروض يا ريت، يعني احنا بنتصل بيك كانك يعني ملجأ، لو تقدر توصل الصوت ده لاي حد في كله مصر. صوتك واصل على فكرة، وفي ناس من الأمن شايفيننا دلوقتي، المفروض يتحركوا، المفروض يسمعوا الاستغاثات متعبرة دي ويتحركوا. اتفضل، مين معايا اللي بعده؟ بشكرك أختي الغالية، اتفضل. مين؟ ألو. الو، أيوة فندم، اتفضل اتفضل، أنت على الهوا. يا جوزيف، أهلا بحضرتك. انا ابونا بطرس يا جوزيف. أبونا بطرس الأنبا بولا حبيبي، زي قدسك. لا انا ابونا بطرس المقطم يا جوزيف. اهلا بيك يا ابونا بطرس، اهلا بيك. ازيك يا حبيبي، اهلا يا وحشني. ابي، اتفضل يا ابي. انا اساسا من الغرزات اساسا يعني، طيب يا حبيبي، كويس ان قدسك اتكلمت. واخواتي هناك، ما حصلش الكلام اللي قالته الست بتاعت امريكا ديت ان المسيحي هو اللي موت الراجل، ما حصلش. ما حصلش. طب حلو، لا ما حصلش الكلام اللي حصل، انه لما قامت الخناقه بالازاز اللي كان المسلمين بيضربوه، جات اللي اتعور هو الراجل ده من الضرب اللي كانوا بيضربوه اساسا هم يعني، هم واتعور داخلين واحد مسيحي معاه، يعني، هو يعني واحد مسيحي المسيحي. بص وواحد مسلم اتعوره. تمام يا ابي، يعني القصه باختصار انه كان في واحد عنده محل مواد بناء، بالظبط كده، وخد حديد 3 متر واسمنت قدام بيته، او زي ما تقول وقدام بيته، فرش الحاجات، واخد بيه كمان حكم محكمة، واخد حكم يعني محكمه مش بانه يفرش قدام. بان هو يعمل سور، بان هو يعمل سور قدام بيته. تمام. جم هم تعالوا باللوادر بقى، المسلمين جم مش باللوادر، عاجبهم الكلام ده. المسلمين البلطجية والناس جم باللوادر وعايزين يشيلوها بإيديهم هم. بالظبط كده، وده اللي حصل، وقامت الخناقة بين الاثنين، وبعد تمام. كده واحد اتعور من هنا واحد اتعور من هنا، اه ولما اتعوروا قاموا المسلمين حرقوا في بيوت المسيحيين، ونهبوا الصيدليات هناك في البلد كلها والمحلات كلها، ولازال لغاية دلوقتي الوضع برضه بيولع في البيوت، يعني لغاية وقتنا دلوقتي. يعني اذا مقتل المسلم ما كانش على ايدين مسيحي نهائيا، كان لا خالص، نتيجة ده كنا في خناقة، الخناقة مع ضرب الإزاز وضرب الطوب، ان هو ضرب كان. الإزاز وضرب الطوب هو ده اللي كانوا أصل الخناقة كلها يعني، فاهمني؟
تمام. ودلوقتي لغاية دلوقتي البلد ده حاصل الشرطة واقفة مش عاملة يعني حاجة. انا كان آه عندي يعني حق يا ابي ان انا اقول للناس اللي بتتكلم من امريكا وبتسمع من هناك ما تنطقش بكلمة وغلط تنطقه. انا بعتقد الاخت اللي اتكلمت ديت يعني انا اعتقد دي مش ممكن تكون مسيحية يعني. يعني انا برضو مستغرب جدا من المكالمة وبتقول لي انا عرفت مش عارف منين وانا عرفت من لا 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 لا، دي واحدة مش مسيحية، لانه انا اخواتي هناك في البلد ونوصل لي كل واحنا الاخبار عمرنا ما دلوقتي مسكنا قصافة حتى ولا اي حاجة خالص، يعني عمرنا. وانا بحاول اتصل كمان بناس معتدلين مسلمين في البلد هناك، يا ريت بس يا ابي، للاسف كلهم محدش بيرد عليا. يا ريت يا ابي تحاول تشوف الموقف هناك ايه وبسرعة بسرعة يتلم لحسن الدنيا، بيقولوا يعني في هياج شديد جدا. طب شكرا يا ابونا بطرس، شكرا يا ابونا. ايوه يا اخي جوزيف انا معاك اهو. ايوه ابي بقول لقدسك يا ريت حد يتواصل مع الناس العقلاء في هذه القرية. انا بحاول دلوقتي اعمل كده، بس للاسف في مستشار هناك اسمه محمد ابراهيم، انا بحاول اتصل بيه مش بيرد عليا، يا ريت لو هو طيب سامع القناة يرد عليا من فضلك. طب شكرا يا ابي، شكرا يا ابي، بشكرك شكرا، جدا انك طمنتني، شكرا. وصلوا لنا كتير لو سمحت، ربنا وصلوا لنا يتمجد، كتير. ربنا حماية دم المسيح على كل واحد في الغريزات، حماية دم المسيح علينا. ويا ريت الناس اللي بتدخل تقول اخبار كده تتأكد منها من فضلكم. قناة الطريق اتفضل، مين معايا؟ ايوه شديد. ايوه حبيبي الو، اتفضل حبيبي، اهلا بيك. معاك عصام من الجيش شديد. عصام اتفضل يا استاذ عصام. انا اساسا من الغرزات وساكن بامريكا في نيوجيرسي. اهلا بيك. واللي كلم حضرتك من شويه ابونا بطرس ده يبقى خالي، هو من القاهره. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. وانا باكد كلامه ان هو كلامه مظبوط، لان الاخت اللي اتصلت من تينيسي كلامها غير مظبوط بالمره، لانه اساس المشكله من البدايه ان واحد مسيحي اتخانق مع جماعه مسلمين علشان هم عايزين يهدوا الحيطه يعني، بس هي دي من حقه، بس هم بيتلككوا، فهم ضربوا الازاز النار من فوق او ضربوها، في واحد منهم متعور ودوه المستشفى. هو بعد كده طلعت اشاعه والله اعلم صحيح ولا، قالوا ان هو توفى والله اعلم، محدش عارف. لكن المسيحيين ما عوروش حد، ما ضربوش حد، ده هم دخلوا البيوت ومش قادرين حتى يبصوا من الشباك ولا من البلكونات. تمام. فالوقت وهم اللي اتصلت يعني بيه وهم يهدوا سور بتاع ايه؟ يعني المفروض السور ده بيتهد حضرتك من المحافظة، من أي حد تاني. حضرتك الحكاية بالظبط انه البيت بتاعه ان هو راجع لورا عن الشارع 3 متر. ال 3 متر دي واخد حكم المحكمة ان هو يرجع 3 متر، يعني موسع للشارع علشان يحط البضاعة بتاعته الاسمنت والحديد. واخد بال حضرتك؟ ايوه. فهم المسلمين قالوا لا الحيط، لا انت لازم ما تحطش الحاجه دي في الشارع، هم معتبرين ان هم حاطينها في الشارع. بتاع ايه يعني؟ بتاع ايه هو ماله هو؟ فتوانه بلطجه، شويه عيال صيع يعني. هم في البلد ما فيش دلوقتي حد كبير ان هو يقول للعيال دي لا كده ما ينفعش كده عيب، ما فيش الكلام ده. المشكله ان هي بدات بشويه بلطجيه، شويه عيال صيع ما لهمش اساس. قالوا ان احنا ننفذ آه. القرارات احنا ننفذ بايدينا، مش عاجبنا المنظر بالظبط. نهد الحيطه. جه يهد الحيطه، اكيد اكيد طبعا، اكيد صاحب المحل اعترض قال له لا بتعمل ايه؟ فاكيد يعني ما انا ما اعتقدش بالظبط حد يجي كده، يهد ده هو بسور يمكن الباب بتاعي واقول له، يجي يهد واقول له لا وقف ساكت، هقول له لا. طب ليه ده بتعمل هو كده؟ يمكن حضرتك يمكن ما اعترضش اساسا، ده هم هاجموا على البيت وولعوا وفك المراوح كسر، بتاعت السقف، سمعت المراوح وهم فعلا اتحرقت وحاجات. كانوا مرتبينها وخدوا الفلوس وخدوا الاسمنت وخدوا الحديد وخدوا البيت ودخلوا، على البيت. واكبر دليل انها ممنهجه انهم دخلوا على بيوت تانية. بالظبط، وولعوا تمام. البيت وولعوا 5 6 بيوت جنبه وولعوا الدنيا خالص عن المسيحيين. هنعرف دلوقتي كل النهارده الحقائق. يا ريت اللي عنده فيديوهات يبعتها لنا بسرعه من الغريزات، يعني لو تعرف حضرتك حد عنده فيديوهات صور الحاجات دي يا ريت. صدقني انا لسه من شويه اتصلت باخويا اللي هو حكي لي الحكايه بالظبط، اخويا في الغريزات وحكي لي الحكايه بالظبط يا في ريت التليفون. يبعت لنا بس لو حد صور من محمول حتى اي حاجه عشان يبعتها لنا على الايميل بتاع القناه عشان نزح. معلش حضرتك دلوقتي ما فيش انترنت خالص في الغرزات، لانه تمام ولا من الحرائق السلك اتحرق، ما فيش اي اتصال وقاطعين غير الكهرباء سمعت. بالتليفون المحمول. باكد حضرتك الاخت اللي اتصلت من تينيسي الله يخليك، ده كلام غلط، والكلام ده يولع النار بزياده. ازاي في مش عارف. مسيحيين
قتلوا يعني، ده هي يعني شكلها كده مريضه ان هي يعني تفتكر وما ان فيش واحدة المسيحيين بيقتلوا. مسيحية بتقول أنا مسيحية يعني، يعني ما عمريش سمعت لهجة أنا مسيحية دي، يعني يعني انا مثلا يعني واحد يقول انا لك إيه فهمت أنا قصدي. على فكرة كذا كذا كذا، وعلى فكرة أنا مسيحية، يعني ما فيش حد بيحاول يثبت إنه مسيحي، هو بيبان من صوته يعني. شكرا. اعتقادي حضرتك ان هي ما مش مسيحيه، يعني مفيش تمام مسيحيه تقول تمام الكلام ده. بشكرك يا أستاذ عصام، شكرا شكرا يا جزيلا. فندم، واحنا معاكم انا من فضلك. ارجوك حضرتك ارجوك يا ريت تتابعني، يا ريت تتابعني مره واثنين وثلاثه لغايه ما نشوف الموضوع ده. شكرا ان يا شاء حبيبي، الله ان ربنا شاء الله يديك لك الخير يرسى على خير ان شاء الله، يا وحمايه جوزيف. دم المسيح على الناس. اتفضل. يا جوزيف معاك مدحت من غرزات. مدحت من الغريزات حبيب قلبي، اتفضل يا استاذ مدحت. الله يخليك، معلش انا طلبت كتير ومنتظر على الخط من بدري، انا ومحدش اسف بيخلص مني، لو خلص هقفل. انا اسف. انا اتفضل. مدحت، انا مدحت من غرزات، جوز خالتي حسني عطا، اخوه جوز خالتي هو صاحب جوز المشكله خالتك يعني. صاحب المحل. طب اتفضل. وانا فاتح محل اسمنت جنبه بشويه. تمام. هو ليه 3 متر في الشارع، حلو. بناهم لما بناهم وحوضهم وعملوا مسملات وبناهم، الجماعه اللي في وشه متضايقين منه، حصلت المشكله، قعد يحدفوا مع بعض طوب، ده يحدف طوب وده يحدف طوب، ايوه. الطوبه جت على الراجل من فوق، ما حدش عارف مين اللي رماها. بس ادي كل المشكله، الراجل اتوفى، دخلوا على الشارع بتاعنا كله، ولعوا في المحلات، يعني وخدوا الشخص الكلام ده، اللي بره من عنده ومن عنده. الطوبة أو الإزازة جت من بعيد، ما تعرفوش من أنهي خناقة، أو يعني من أنهي طرف في بص الخناقة. يا جوزيف انا بكلمك، الطرفين كانوا بيرموا طوب، والناس كلها واقفه في الشارع، مسيحيين ومسلمين، جت الطوب نزل على المسلمين، نزل على المسيحيين، هم فيهم واحد مات، الطوبه جت منين الله اعلم. طب يعني خبر الوفاة بتاعه ده مؤكد. ده مؤكد، انا بقول لك جنب البيت. تمام. بعد كده وبعد كده بقى حصل ايه لما حصل كده؟ لما حصل كده دخلوا على المحلات، نهوها خالص، مفيش محل بص فيه اي حاجه، محلات البقاله، الصيدليات، فرن فينو جنبينا، المحل بتاعنا حديد واسمنت، خدوا المكتب باللي فيه بالفلوس بالبضاعه، خدوا البضاعه اللي عند حسني باللي فيها بالبضاعه بكل حاجه، ولعوا بخمس ست بيوت، البيت متكلف فوق المليون جنيه. يا خبر ابيض. يعني ما فيش ولا بيت، البيوت اللي عليها العين اللي تحسبها بيوت، تحسبها فيلل في الصعيد. طب وايه، ولعوا فيها البيت وكان حسني يعني عطا. جابوا منين القوة دي كلها، والناس دي كلها لموهم ازاي، ولا عملوا كده هو ازاي؟ دي كلها اقول لسيادتك، هو دي كلها يقول لك لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اكبر، ودم فلان ودم فلان. طبعا الشرطه واقفه بعيد، الشرطه كل اللي فيها عربيتين ثلاثه امن مركزي وعربيتين واقفين مدرعات يتفرجوا بقى على الخناقات دي كلها وعلى الضرب ده؟ لا مش حكايه يتفرجوا، هم شافوا المشاكل دي كلها في الشارع، راحوا كل اللي عملوه فروا، وقفوا عوضوا الكنيسه اليمين وشمال عشان ما حدش يروح عند الكنيسه. وسابوا البيوت. هذا كل اللي حصل منهم. طيب دلوقتي الوضع بقى دلوقتي ايه يا استاذ مدحت؟ الوضع حالا وانت بتكلمني. الوضع حالا دلوقتي، قبل ما اكلمك بربع ساعه اتصل بيا رئيس المدرسه، لما راح ياخد اسماء المحلات واسماء الناس اللي اتبهدلت، فنزلت انا اساسا ساكن بعيد، بس بقيت هنا في البلد لما ما رضيتش اروح لما شفت المشكله. رحت لقيت المحلات، بصراحه لو انت قلبك حجر يصعب عليك. المحلات كلها متدمر خالص. رئيس المدرسه كل اللي عمله، اسمك ايه؟ كذا. سرقه ولا حريق؟ سرقه وحريق، بس. ادي كل اللي فيها، وبيت حسني ده بص ما فيهوش اي حاجه قاعده. كله ممسوح. يعني كل دلوقتي البضاعة متاخدة. مفيش نيران جديدة في البلد. لا النيران اتطفت خالص. تمام. أشكرك إنك أنت اتصلت بقناة الطريق، بشكرك إن أنا أنا كل كنت يقول لك حاسس، البلد كنت حاسس بتولع، والله البلد كذا مرة. بتولع، يعني دلوقتي الدنيا هدي تماما. هم كم الدنيا بيت بقى بالظبط اللي اتحرقوا يا أستاذ مدحت؟ يطلع أكتر من خمس ست بيوت، وكل المحلات اللي في الشارع. والسرقة بقى علني، عين عينك، فلوس حديد اسمنت كله اتاخد، كله اتاخد، المحلات كلها نظيفة. والصيدليات. والصيدليات مفيش غير صيدلية واحدة هنا اسمها صيدلية الرجاء منتهية، في فرن فينو منتهية، صيدليات البقالة منتهية، صيدليات العلافة منتهية. محلات العلافة منتهية. محلات العلافة، محلات العلافة، محلات البقالة، أنا صدقني لما نزلت طب الشارع وشفت صراحة. بينشنوا بقى يروحوا ناحية المسيحيين ويعملوا لهم كده، يعني يسيبوا مثلا ولا كل الشارع مسيحيين مثلا أو المنطقة؟ الشارع كله مسيحيين، الشارع ده كله مسيحيين. تمام. عندك بقى أسماء يعني، ولا ما تحبش تقول أسماء على الشاشة؟ مين الزعيم بقى بتاع الليلة دي كلها اللي عمل كل القصة دي؟
صدقني بص لا تخافوا من اللي يقتلون الجسد، انا لو اعرف اي اسم هقول لك عليه وعندي استعداد اقول لك اسم بالكامل ورقم بطاقه ربنا ورقم انا عارف شجاعتك وانا معروف في الغرزات ان انا بتاعك حبيبي. الله يباركك يا استاذ مدحت، حمايه دم المسيح عليك ويعوضك، يسوع هيعوضك ما تخافش، يسوع هيعوضك يا بطل. صدقني انا مش مشكله الفلوس بالنسبه لي، يمكن انا ربنا كريمني الحمد لله. انا يعني الاصابات دلوقتي في اي اصابات لاخواتنا المسيحيين هناك؟ ما فيش اي اصابات، كل اللي حصل المشكله في الصبح حصلوا كلمتين بين نسوان والاستاذ حسني، كلمتين كده حبوا يجروا شكله، فالراجل استلاشى الموضوع وقفل بابه وخد بعضه وراح المركز عشان يبلغ. بعد كده لموا بعض وفضل الحديث بالطوب، ده حد في طوب وده حد في طوب، وقع الطوب على الراجل ده هو راح فيه. هذا كل اللي حصل. وردة في أي خناقة يعني؟ تمام. طب شكرا يا أستاذ مدحت، أنا بشكرك ويا ريت تتابع معايا. الله يخليك، تابع معايا. طب إيه المطلوب، إيه المطلوب من قناة الطريق؟ طيب من خلال القناة لو تحب حاجة مطلوبة معينة تقولها. هو في حاجة إحنا خايفين منها. اتفضل. خايفين من بكرة ممكن يروحوا يدفنوا الراجل اللي توفى ده هو، ويلموا بعض طبعا البلد كلها وتطلع تهيج تاني. إذا أنت عايز تعزيزات أمنية جامدة جدا في البلد. عايز تعزيزات امنيه جامده جدا، لان الخسائر اللي حصلت دي هي ما حدش هيقدر يعوضها، واحنا خايفين من الخسائر الفلوس تتعوض فعلا، ربنا بيعوض. طيب استاذ مدحت خايفين من خسائر الارواح. تمام يا استاذ مدحت، خليك معايا بس على التليفون عشان عايز اخد رقمك بعد اذنك يا استاذ مدحت، خليك معايا. ماشي. شكرا يا فندم، شكرا. طبعا اعزائنا المشاهدين على الهواء مباشره، وسمعنا الحديث وسمعنا ناخد تليفونات. الو قناة طريق، سمعنا التفاصيل يا جماعة اهوت من حد يعني قريب الاستاذ صبحي. اتفضل مين معايا؟ الو. ايوه اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ جيجي. اهلا بحضرتك، مين؟ انا عصام، رجعت اكلمك تاني. ايوه استاذ عصام اتفضل، ادينا سمعنا القصة بالظبط. هو الحكاية بالظبط زي ما حكى لك الاستاذ مدحت، انا اعرفه شخصيا. وهو يمكن سمعنا دلوقتي عن اسم عصام فوزي موسى من الغرزات. تمام. وساكن في نيوجيرسي. هي الحكايه اللي حكاها لك دي بالظبط بالتفصيل، يعني ما فيهاش لا زايد ولا نقص يعني. والخوف فعلا من الايام اللي جايه ان هم ممكن فعلا يروح يدفنوا اللي هو مات تبعهم ده. وبعد كده يجمعوا بعض. هم كلمه واحده بتجمعهم، الله اكبر. الدباجه بتاعتهم دي بتجمعهم، وطبعا هيعتبروه شهيد ودم الشهيد، هيلموا بعضيهم هيهاجموا برضه، وهتبقى هجمات اكبر من اللي فاتت على بيوت المسيحيين. ويعني انا متخوف يبقى في خسائر في الارواح مش خسائر ماديه وبس يعني. طب انت ايه اللي يعني ايه اللي خليك بتقول حاجه زي كده؟ هو ما فيش امن في البلد ولا ايه؟ ما هو الامن بيتفرج حضرتك، هو الامن لما دخل ولقى المشكله قدامه، ما مش مهم الناس عنده المسيحيين، مش مهم البيوت، فهو بس كل اللي عملها يعني حاجه رسميه، راحوا ايه عملوا كردون مثلا عند 3 كنايس، يعني خافوا ان هم يروحوا يهجموا على الكنايس. لكن الموضوع اكبر من كده، يعني انت ايه المشكله لو تعمل كردون على الكنايس وتخش الناس اللي تهجم على بيوت المسيحيين؟ الله، هو كم واحد انتوا نزلتوا؟ ما انتوا نزلتوا 2 3 بس، رحتوا ردوا عند الكنايس وباقي البيوت وباقي الناس. فحضرتك يعني لو ممكن يبقى في اتصال بمركز المراغه او اي حد، او مديريه الامن بسوهاج، يعني بصراحه يعني انا متخيل ان الموضوع هيبقى اكيد يعني هيبقى اكبر من كده لو مفيش حزم ومفيش امن. تمام تمام، فيا ريت تساعدنا يا استاذ جزيل. انا معاكم، انا معاكم، حتى لو هنسهر ادينا معاكم، احنا معاكم، احنا مش هنسيب الموضوع غير لما يكون في تعزيزات امنيه حوالين كل بيت، مش اقل من عربيه امن قدام كل بيت. حاضر. انا لو اعرف، لو اعرف تليفونات مديريه الامن بسوهاج انا كنت اديتها لك، وانا كنت يلا اديني اسعى عليها، اسعى واديني التليفونات، اسعوا وادوني التليفونات. اكيد اللي في الغلازات، اكيد اللي في الغلازات يعرفوها اكثر يعني. طيب حد خلاص ماشي يا استاذ عصام، احنا معاك وصوتك وصل حبيبي. قناه الطريق اتفضل، مين معايا؟ الو. الو. ايوه فندم سامعني؟ ايوه سامعك. انا اللي هم معاهم الحكايه دول في الغلازات، انا ابقى انت يبقى ايه جوز اختي. جوز اختك. تمام. تمام يا فندم اتفضلي. إيه كل اللي هو حكاه لك برضو اللي اسمه مدحت ده برضو دوت ابن اختي كله صح، هو اللي حصل بالظبط.
بس انا دلوقتي خايفه منه ان بعد كده، يعني الفلوس مش مشكله، اهم حاجه دلوقتي ان هو بعد كده ما تبقاش فيها ارواح. ان شاء الله مش هيكون فيها، ان شاء الله باسم يسوع ما تخافيش. انا مش عايز الخوف يخش قلوبكم، ربنا كبير ويقدر يحامي عنكم، يقدر يبعت جيش من الملائكه، حتى لو الامن ما جاش بيقدر يبعت جيش من الملائكه، بس عايز ايمانكم يزيد بربنا وتمسككم بالله يزيد، ان انتوا في قلب دلوقتي النار زي ما بيقولوا زي الفتيه. التلاته يكون معاكم يسوع الرابع الشبيه بابن الالهه. وبعدين من ناحيتنا احنا هنتواصل مع كل مديريات الامن والناس كلها تتصل، عايزين تعزيزات امنيه لمده اسبوع كامل في هذه القريه. يا ريت يا ريت يا ريت بجد، يعني تعزيزات امنيه في هذه القريه لمده اسبوع كامل. تمام. ويا ريت برضه العقلاء، يا ريت العقلاء الناس الكبيره تروح تقعد مع الاسر مع بعضها وتشوف ايه اللي حصل. تمام. يا ريت، لان كده دي هتبقى البدايه للبلد، دي هتبقى باظت. لا ان شاء الله مش هتبوظ، وحمايه المسيح عليكم. وقولي لي بقى الحرايق دي شكلها ايه؟ هما بصوا على كل البيوت اللي هي مليانه في البلد، واخدوا كل اللي يقدروا عليه وحرايق، بس هما يعني كويس ان هما لغايه دلوقتي مش مشكله فلوس، مش مشكله اي حاجه حريقه او بيت، اهم حاجه الناس ترتاح. تمام تمام انا عندي اخت دلوقتي مش قادره تقعد جوه بيتها بره. ما تخافوش ما تخافوش ان شاء الله دم المسيح عليكم، ما تخافوش ما تخافوش. كل اللي اقدر اقوله ان انا عناي على المسيح، عناي على المسيح. وكل مشاهدين قناه الطريق، كل مشاهدين قناه الطريق بتصلي للغريزات دلوقتي، ما تخافيش. مش معقوله كنيسه الرب بتصلي ويحصل اي خطر عليها، ان شاء الله مش هيحصل خطوره، ان شاء الله ما تخافيش، ان شاء الله. اطمنوا. يلا ربنا معاكي وبشكرك. وناخد تليفون تاني. قناه الطريق اتفضل. انا عايز بس اوريكم حاجه. ايوه يا استاذ زيف، ازيك؟ ايوه حبيبي اتفضل حضرتك، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ معاك صفوت يا استاذ زيف الشاعر، قريب ابونا بطرس يا رشدي. ايوه اهلا بيك يا استاذ صفوت، اهلا بيك حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله، الله يخليك. على فكره انا ووالدتي واخواتي طبعا هناك واولاد اخويا واخد حضرتك. البلد متبهدله خالص يا استاذ زيف. واخد بال حضرتك؟ ايوه. سرقه ونهب وتكسير بيبان وتحليق في الطريق وتوليع مباني وكل ما تتخيله. هو انا ممكن ادي حضرتك نمر ناس هناك تتابعها، وممكن اجيب لك نمر مديريه الامن. طيب هو الاستاذ مدحت دخل قال لنا، وبنت اخته برضو دخلت قالت لنا، يعني الموقف معروف، والموقف بيقول لي بياكد لي انه هدي يعني الى حد ما عشان يروحوا يدفنوا الشخص دوت، ولكن الخوف من ما بعد هذا. فاذا نطالب أيوة. بتعزيزات، تعزيزات امنيه شديده جدا في هذه أيوة. المنطقه. يعني اغاثه كده من القناه لوزير الداخليه او للقوات المسلحه. تمام. المجلس العسكري والعقلاء برضو استاذ صفوت، يا ريت انت برضو انا عايزك تسعى، عايزك تسعى كشخصيه معروفه برضو انك انت تروح تتصل بالعقلاء سواء من الناحيتين من المسلمين والمسيحيين، يقعدوا مع بعض ويشوفوا ايه الحل في القصه ديت، ليه حصل كده. بدايه عشان العقلاء تقعد لازم امن يخش. هم على فكره رغم الغوغاء اللي هم فيها شعب يعني خوافين وجبنه، مجرد بخاف برضه لو دخل امن البلد واخد بال حضرتك، هو ده الموضوع خالص. يلا وبعد كده اقعدوا يا استاذ جوزيف، واخد بال سعادتك. تمام. لا ان شاء الله إن شاء البلد دي انا اتربيت فيها وعارفها كويس. ان شاء الله نهدى، وان شاء الله يكون في تعزيزات امنيه على طول من دلوقتي، حتى مش هنستنى لغايه بكره. تعزيزات امنيه من ايوه بالظبط، احنا عايزين تعزيزات امنيه، لان هناك كل الناس دخلت بيوتها، واللي معاه طفل رضيع واللي معاه مريض واللي معاه اي حد زي كده حالات خاصه مش قادر يطلع بيها من البيوت، زائد الرعب اللي شايفاه الناس والاطفال. ان شاء الله. ما عشان كده بقول هو الرعب دوت بقى اللي انا بصلي دلوقتي انه يتشال من قلوب الناس، ما فيش داعي للرعب والخوف. يا استاذ من حوالي 15 20 سنه كان نص الجماعه المسلمين كان في النص الشرقي للمحافظه للقريه، والمسيحيين في النص الغربي، واخد بال حضرتك. حاليا البيوت بتاعتهم هم محاوطه الناس، محاوطه مجموعه المسيحيين في البلد، مجموعه المسيحيين متوسطه في بيوتهم، يعني عاملين عليهم كردون، واخد بال حضرتك، كردون جامد. مداخل البلد هم متحكمين فيها، مداخل الغيط متحكمين فيه، يعني صعب الخروج على اي حد، والناس هناك عماله تتصل، بنتصل من الصبح استغاثات، سايبين التليفونات، قطعوا عليهم تليفونات، قطعوا عليهم تليفونات وقطعوا خطوط نت وبهدلوا الدنيا، صيدلات كسروها،
كانوا هناك سرقوها. انت قاعد متابع بقى. انت قاعد متابع. انت قاعد متابع من الصبح طبعا معاهم. ايوه انا على التليفون من الساعه 3 حضرتك معاهم، من الساعه 3 من الساعه 3 بدات المشكله، من الساعه 4. انا جالي تليفونات من بدري قوي، والحقيقه ما يعني كنت عايز اطلع على طول، بس طبعا التقنيات. انا قلت لحضرتك بس ما عرفتش اكلمك، بس من معلش. المجاهد. ادينا مع بعضينا وكل المشكله اتعرفت، وان شاء الله خير ان شاء الله يا استاذ صفوت. قناه الطريق اتفضل. الو، مساء الخير. مساء النور. ايوه يا فندم اتفضلي. معاك مريم اخت رجاز المصفي حبيبتي الكبيره. مريم مين حضرتك؟ مريم اخت رجاز المصفي حبيبتي الكبيره. اهلا بيكي، اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. ازيك يا رجاز؟ نشكر ربنا يا اخت مريم. عامل ايه حضرتك؟ نشكر الرب، يا رب يعزيكم ويبارككم. يا رب يخليك. شكرا يا استاذ جوزيف. انا حضرت لك حلقه من يومين، انت كنت عايز اسماء وعناوين احد المصابين. طيب انا صبرت في الكنترول. طيب خلاص اقفلي معايا واطلبي تاني معلش، عشان انا مش هقدر اخد تليفونك كده. اطلبي تاني، هيرد عليكي حد من السكرتارية ومن الاداره، وقولي له انا ادي الاسم اهوت والتليفون. معلش هتعبك معايا. ماشي، شكرا استاذ جوزيف. شكرا ليك، ربنا يبارك. قناة طريق اتفضل. ايوه فن اتفضلوا. الو. ايوه مين معايا؟ اتفضل. ايهاب صلاح معاك. اتفضل يا استاذ ايهاب. انا عايز اكلم الاستاذ جوزيف الله يخليك. انت على الهوا معايا يا حبيبي، اهلا بيك جوزيف معايا. اهلا استاذ جوزيف. اهلا بيك يا فندم. اخبارك يا استاذي؟ نشكر ربنا، اتفضل. استاذ جوزيف الله يخليك، احنا عايزين ندعو حل الموضوع دهوت. اتفضل. يعني مش كل يوم يعني اللي بيحصل في البلد دهوت مش هين اللي بيحصل في، لازم تضع حل ثقه معانا في الموضوع ده. هو حاضر. بص، اللي بيحصل النهارده بيحصل كل يوم. احنا طالبنا دلوقتي. احنا طالبنا برقابه دوليه، وطالبنا بانه نقاطع هذه الانتخابات ونقف وناخد وقفتنا كاقباط، ويبقى لينا هويه قبطيه. طالبنا بحاجات كتيره جدا جدا، والناس يمكن على ما عملنا استطلاع راي كله اتفق على انه لازم ننزل ولازم ننتخب ولازم. وقلت انا هقول رايي في الاول، انا قلت هقول رايي، ورغم انه كان ضد رايي وضد يعني الاستطلاع الراي جه عكس رايي تماما، الا اني قلت ديمقراطيه ومش مشكله نمشي مع الاغلبيه. لكن جالكم الكلام اهوت واتثبت اهو قدام حضراتكم، الانتخابات غير نزيهه. هوريك فيديو دلوقتي غير نزيه تماما. يا استاذ جوزيف انا على كده من اهل الغرزات، من ابن القريه. طيب خد بالك، وانا بكلمك كده من الكويت. انا اللي حصل على كده، الفيديو اللي جانا على الايميل بتاعي على الفيسبوك، خاربين الدنيا في البلد. يعني الجماعه اللي هم بيقوموا بالمشاكل دي كلها متهربين من الجيش ومعروفين، والشرطه عارفاهم، واول ما بيتكلموا زي كده هو بيروحوا المركز بيرجعوا في نفس الحال في نفس الدقيقه، وهم معروفين. ليه ما بياخدوش قرار في الموضوع ده؟ هو لازم نضع حل في الموضوع ده يا جوزيف. تمام يا تمام. بص انا هحط نمر مديريات الامن، واحط كده طلب من قناه الطريق، طلب تعزيزات امنيه فوريه لقريه تاني. قول لي معايا، الغريزات الف لام غين ر ي زين الف ت، اللي هي الغريزات تبع مركز المراغب سوهاج، صح كده؟ صح كده يا طيب. استاذ هنكتبها على الشاشه. انا من هنا في الكويت، يا استاذ جوزيف، ابعت لك اسامي اللي هم عاملين الهمش كله، متهربين من الجيش، مسجلين خطر. اجل واحد فيهم عامل احسن من 12 قضيه في الشرطه. وبيروح المركز في نفس الليله زي كده، دول هم مسنودين، ولازم يتعرف مين اللي ساندهم، ولازم الناس تاخد قرار. ولازم الناس تتحرك، وكل نشوف الفيديو جميع واحد فيه في المسيحيين لازم يتحرك. طيب قول لي يعني الفيديو ده انت بعته لي ثانيه واحده يا استاذي، انت بعت لي فيديو على الفيسبوك في اتفضل يا استاذ جوزيف. فيديو ايه اللي بتتكلم عنه؟ يا استاذ جوزيف احنا كده الشباب، احنا بنتكلم على الفيسبوك، الشباب كده خاربين الدنيا في البلد، يعني كده حرام. اجل بيت في المسيحيين عندنا في الغرزات، في ثلاث بنات اربع بنات، في اطفال، العالم دي هتروح فين؟ كسروا الدنيا، دخلوا البيوت، سرقوا كل حاجه، كل الناس شغال على باب الله دلوقتي، خدوا منها كل حاجه، الناس اللي بتسرقها كسروا لها كل حاجه، مدخل الرزق بتاعها كسروه. ليه كده حرام؟ ايه اللي عملته الناس دي؟ الناس دي ايه اللي عملته؟ مشكله مع واحد واحد، هم بيذبحوا في بعض، يتنفعوا ليه فينا؟ حرام ولا مش حرام ده؟
تمام، ان شاء الله في الفيسبوك ان شاء الله كله. وكمان انت دلوقتي على قناة الطريق طلب تعزيزات أمنية من اهالي قرية الغريزات، طلب تعزيزات أمنية من اهالي قرية الغريزات مركز المراغة فورا، تعزيزات أمنية. شكرا استاذ جوزيف، احنا هنا في الكويت راح نعمل مظاهرات عشان الموضوع ده، لازم نضع حل في الموضوع ده، احنا مش هنسكت. احنا الاسبوع اللي فات برضه دخل مسيحيين ضربوه وهانا نزل فيه والنسوان طلعوها من بره، ده حرام ولا مش حرام؟ أكبر حرام، أكبر حرام، وخصوصا الهتافات اللي بتقول الله أكبر وهم داخلين بيعملوا كده، حرام بجد. أنا نفسي المسلمين المتعقلين يشوفوا ويقفوا وياخدوا موقف معانا. قناة الطريق اتفضل، مين معايا؟ أبي. أغابي يا أبي، أغابي يا أبي. جوزيف سلام يا دكتور، أنا عايز أتكلم كلمتين مهمين. السيد المسيح قال افعلوا هذه ولا تتركوا تلك. أيوه حبيبي. وعايز دلوقتي كل المصريين الأذكياء من خلال قناة الطريق مسلمين ومسيحيين يحطوا خريطة عمليات لمصر دلوقتي. أيوة. الخطة بقايمة لسيادة المشير طنطاوي الإخوان إن هم يهزوا ويقلقلوا الأمن في كل مكان عشان خاطر نستعجل إن احنا نعمل أي حكومة حتى لو كانت إخوانية، بدليل إن الكنائس اللي كانت بتتهد يسيبوها لغاية ما تتهد الآخر، وبعدين المسلمين اللي هم الإخوانيين والسلفيين المتحزبين يشفقوا علينا ويقولوا هنبني الكنيسة عشان بعد كده كل حاجة نبقى احنا الأوطى تحت إيديهم. طبعا القانون الإذلال اللي بيذل الغريب هيذل أخوه. فدلوقتي بقول للمصريين كلهم خلوا بالكم، في دلوقتي حاجات كتير بتجرى، طبعا الانتخابات بتجرى بنزاهة، بس في لعبة فاكرنا إن احنا أغبياء مش هننتبه ليها، هي البطايق بتاعة المتوفين. البطايق دي كلها حاليا ممكن تنتخب، فأرجو من المصريين الأذكياء مسيحيين ومسلمين يتصلوا ببعض ويقولوا كل واحد يكون منكم ليه أخ أو أب أو عم أو خال متوفي يحطوا الرقم الانتخابي بتاعه على طريق الكمبيوتر على الإنترنت، وهيجيب له إذا كان هو لا ينفع ينتخب ولا لا. ولو كان كده هنجمع الحاجات دي كلها وهنعمل بيها فايلات، يا إما عن طريق قناة الطريق يا إما عن طريق الأحزاب المختلفة، حزب الكتلة المصري لأن الحزب ده مستقيم، أو عن طريق المحامين اللي تبع الأستاذ جوزيف دكتور جوزيف وهكذا. فأرجوك يا دكتور جوزيف ما ننساش موضوع الغريزات ده، موضوع مش سهل، وده موضوع قلقلة في وقت مناسب، يسلطوا شوية الليالي دي يعمل مشاكل دلوقتي والحقونا. وآه عشان ما فيش حكومة، ما لو في حكومة كان زماننا دلوقتي، يبقى لازم ننتخب بسرعة ونشوف رئيس جمهورية بسرعة وهكذا. فهمت. وبعدين يقول أنا المنكر، تمام. أنا الإخوان المنكر. تمام. تعال نشوف. تمام يا أبي. تعال نشوف بس التعدي بسرعة اللي حصل في الانتخابات ده صوت وصورة. نشوفه بسرعة، نشوف الملف ده فيه إيه. قالوا تعالوا ما تقولش دعوة باللجان ديت، تعالى نوقعكم من هنا. ادي السلفيين بيختاروا من بره بره اهو. هتاخد واحد. بيقول له مش مخالفة ان انت تأثر على اصوات الناخبين وتقول لهم ده عاملين كشاك، ده عاملين كشاك من بره، بره اللجان عاملين كشاك وبيعملوا زي اماكن كده يوعوا فيها الناس عشان تخش تنتخب احزاب محددة. فبيسأله بيقول له مش يعني انت مش شايف انه دي مخالفة اللي انت بتعملها؟ قال لا مش مخالفة، معاه شوية بطايق ومعاه شوية قوائم. وادي يا سيدي ادي الانتخابات. تمام، اخد تليفونات. قناة طريق اتفضل، مين معايا؟ اتفضل. ايوه فندم، مين معايا؟ يرد عليا اللي على التليفون يقول الو. الو. ايوه اتفضل حضرتك. مساء الخير استاذ جوزيف. مساء النور يا فندم. والله العملية اللي حصلت في الصعيد دي
ايوه يا ريت توطي التلفزيون، انا سامعك من تليفون كويس قوي قوي قوي. اتفضل حضرتك. هو اللي بيحصل بالظبط يا استاذ جوزيف، لما عليت التلفزيون ما عرفتش تتكلم معايا. اتفضل يا ريت توطي التلفزيون واتكلم معايا على التليفون على طول. اهلا بيك في الصعيد، اتفضل. اللي بيحصل في القرى عموما، لو مسلم اعتدى على مسيحي بتتدخل ناس للصلح. لو حصل اي غلط، ولو يعني الغلط من المسيحي ما بيجيش يعني عافية، بيجي غصب عنه دفاع او كده، فبتطلع البلد كلها والمسيحيين بيبقوا ساكتين، ويطلع البلد كلها المسلمين على الراجل ده وعلى المسيحيين. دي من زمان الحكاية دي ومستمرة صراحة. يعني ده معناها ان هو يعني المسيحيين في الارياف يعني مستعبدين. ايوه مستعبدين، يعني مستعبدين. يعني انت المسلم يعتاد على المسيحي يجي 100 واحد يصالح عشان ما يروحش يشتكي. المسيحي لو حصل اي غلط باي ظروف مش قاصد، لانه هو عمره ما بيعتدي، يعني ما عندوش امكانيات يعتدي، بتطلع البلد كلها عليه ولا اله الا الله. اه بيحصل بقى من السرقه، بيحصل سلب ونهب بالاكراه. فاهم. طيب شكرا. طبعا السيناريو ده متكرر، بس احنا كنا متخيلين يعني ان مصر المدنيه بقى يعني ناخد مدنيه. ايه يا استاذ جوزيف، هي فين المدنيه وفين الثوره اللي بيتكلموا عليها؟ الثوره منتهيه. يعني بتوع التحرير لما كانوا صاروا في اليومين اللي فاتوا دول، كنت انت معاهم ولا مش معاهم؟ معلش يعني رايك بسرعه. لا بصراحه انا معاهم، بس هو يعني الاشكال اكبر من كده. قدروا يكتموا نفسهم، قدروا يكتموا نفسهم، يموتوهم ويكتموا نفسهم. بيقتلوهم زي ما عملوا معانا في مزبير، وبيعملوا في التحرير زي ما بيعملوا دلوقتي، سواء كان بالسلم او بالحرب، في بكل الطرق بيكتموا نفس الحريه. هيقتلوا اي انسان بيطالب بالحق والحريه. طب اذا غالبا بتوع ثوار التحرير قاعدين دلوقتي جوه ميدان التحرير وعارفين اللي فيها، وبيقولوا ارائهم في الانتخابات، ورافضين تماما انه المشير يعمل اللي هو عايزه ضد رغبه اي حد من الناس اللي في الشعب. وطبعا الغريزات، وتاني مطلوب تعزيزات امنيه فوريه، لانه هم مستحلفين لهم غالبا. اللي انا سامعه دلوقتي انه مستحلفين لهم. ولكن اللي انا عايز اقوله، ما تخافوش، مش عايز الخوف يدخل قلب اي قبطي. ما تخافوش من اللي بيقتل الجسد. اللي انا اقدر اكده لكم انه المسيح حامي هذه، المسيح يحمي كنيسته تماما، وكنيسته هو جسد المسيح اللي هو الكنيسة، اللي هي جسد المسيح اللي هو انا وانت وبتوع الغريزات. تمام. ناخد تليفون تاني. قناة طريق، اتفضل. اتفضلي حضرتك، علي صوتك. الو، ايوه يا استاذ جوزيف، معاك ايفون من اسكندريه. اهلا اهلا اختي ايفون، اتفضلي حضرتك. ازي حضرتك؟ معلش ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ اتفضلي، بس يا ريت تعلي صوتك يا اختي ايفون شويه. اتفضلي. معلش انا اسفه، انا لسه اصلا فاتحه التلفزيون ولاقيه فيه شويه قلق، فانا مش فاهمه في ايه. قلق في القناه يعني، ولا قلق فين؟ لا قلق في الدنيا، في الغريزات. الغريزات قريه اسمها الغريزات، في مركز اسمه المراغي بسوهاج. احد الناس كان شخص مسيحي فاتح محل بويات ومواد بناء وحاجات زي كده. طبعا تم ان هو كان حاطط المون بتاعته 3 متر لبره، واخد بيهم تصريح، وباني زي سور صغير كده قبل البيت بتاعه، واخد بيه موافقه. ولكن بعض البلطجيه والمسلمين قالوا له لو سمحت شيل السور دوت، قال لهم مش هقدر اشيله عشان ده اكل عيشي. هوب راحوا مجمعين ناس وكسروا السور دوت، وهم بيكسروا في السور قامت خناقه بين دوله وبين دوله. واثناء الخناقه ديت طوبه جت من حته غريبه مش معروفه منين بالظبط، وقعت فوق راس واحد مسلم، راح المستشفى وعلى اثرها مات. بناء على الطوبه ديت وبناء على الخناقه دي امتدت النيران في 3 بيوت، غير الصيدليات، غير تجار الغله. والان الموقف مشتعل شويه في قريه الغريزات، ولكن هدي مؤقتا، لانه هم متوقعين انه بعد الدفنه بكره ممكن يكون في حاجه بتحصل تاني. فكان في استغاثات كتيره يا اختي ايفون، اعتقد برضو للي ما سمعش انا قلت القصه مره تاني. يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا.
ده غير بقى الانتهاكات اللي انت شايفاها من الحريه والعداله والحزب النور والبلاوي اللي حاصله وكميه التزوير وكميه الرشاوي والفرخه و20 جنيه وفرخه يا جماعه. احنا عايزين نعرف مكان اللجان بتاع ال20 جنيه والفرخه انا والاتصالات كروت اتصالات رشاوي عشان الاصوات. اتفضلي. عايزه اقول لحضرتك يا استاذ جوزيف انا شايفاهم قاعدين بره. دي اللجنه ده كشك كده من بره بتاع الحريه والعداله وبتاع النور وبتوع السلفيين، دي اكشاك خارجيه خالص ملهاش اي دعوه باللجان اللي جوه ولا رئيس اللجنه ولا اي حاجه، بياخد بطايق الناس إيه ويقول له انت اتعلم هنا وتعلم هنا. اهو الحريه اهو، بصي الاشاره بتاعت الحريه والعداله اهو. تمام وكده وخلاص بقى، ويحطوا بقى ناس مش موجوده وبينتخبوا بس بياخدوا اصوات. بالظبط بياخدوا اصوات. وفي ناس من جوه كمان اللجان قالوا لناس مسيحيين طلعوا الصبح في اسكندريه عندكم وقالوا اختاروا رمز كذا، وبعد ما طلعت عين الست بتشوف الرمز ده ايه اللي هم قالوا، هي سالت رمز كذا ايه فقالوا لها رمز عكسي تماما، وراحت عملته لقيت انه الرمز ده رمز الاخوان فادت صوتها للاخوان من غير ما يعني كتبوا عليه. شكرا اخت ايفون، شكرا، اتمنى تكون الدنيا واضحه معاكي. قناه الطريق اتفضل. امير سيري من اسكندريه. مين من اسكندريه؟ ايوه امير من اسكندريه. ايوه استاذ امير اتفضل حضرتك، اهلا بيك يا فندم. انا قرايبي من الغرزات مركز المراقب. اتفضل حبيبي. بيتم طيب من المجلس العسكري او من اي شرطه مثلا وصلت؟ مفيش ايه حضرتك تاني؟ نعرف ايه اللي وصل دلوقتي، حصل يعني احنا دلوقتي الدنيا هديت تماما، الدنيا هديت تماما في القرية عشان الناس تطمن، الدنيا هديت تماما في القرية، لكن هناك توجس وقلق وخوف من انه تحصل الدفنة بتاعة الراجل بكرة ويحصل اي حاجة، فبنطالب الامن بتعزيزات امنية للقرية لمدة كبيرة ومن دلوقتي. يا استاذ جورج يعني استاذ جوزيف يعني هو ايه الجديد ممكن يتم تاني في اثناء الحادثة اللي جاية دي يعني مستنيين ايه تاني؟ المفروض حد يتكلم، حد ينزل يتكلم حاجة. يعني في بعض الناس العقلاء وكبار البلد نازلين وبيحاولوا يجمعوا الموضوع. اتفضل مين معايا؟ الو؟ يوطي التلفزيون. يا ريت نوطي التلفزيون بعد اذنكم. هنطلع كمان شويه من مكتب المستشار نجيب جبرائيل يا جماعه. هنطلع كمان شويه من مكتب المستشار نجيب جبرائيل على الهواء مباشره، ومجموعه كبيره من الناس متجمعين عنده في المكتب، وهنشوف مع بعض المستشار نجيب جبرائيل في بعد اليوم الاول من الانتخابات ايه تصريحاته على قناه الطريق وحصري على قناه الطريق. هل سامعني المجموعه اللي هناك؟ لو سامعني لو جاهزين عشان انا معايا مكالمتين بس، لو سامعين بس تمام. وعلى الهواء مباشره مع المستشار نجيب جبرائيل، يا ريت نتصل ببعضينا عشان خاطر التصريحات اللي جايه دي خطيره جدا ومهمه جدا 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 مهمه جدا. اتفضل مين معايا؟ ريمون مع حضرتك. اتفضل يا استاذ ريمون. انا بكلم حضرتك من عز النخل. انا بقول لحضرتك الناس اللي بتقول الدنيا هاديه، انا دلوقتي بقول لحضرتك في اتنين دلوقتي مسيحيين اتذبحوا في قلب بيتهم دلوقتي حالا. انا مراتي لسه مكلمه مرات الراجل اللي اتذبح دلوقتي. فين؟ في الغرزات. اللي بيقولوا لحضرتك ان الدنيا هاديه، الدنيا مولعه، في اتنين اتذبحوا دلوقتي والعربيه اللي معاهم لسه واخداهم. طب انت في عزبة النخل حضرتك نزلت؟ حضرتك انا في عزبة النخل بس انا حماتي وحماية ساكنين هناك في نفس الشارع، فانا عارف كل حاجة. والست اللي جوزها اتذبح دلوقتي لسه مراتي مكلمها بالتليفون. طب بعد اذنك لو سمحت اقفل واتصل بينا تاني، ادينا نمرة الست اللي جوزها اتذبح بعد اذنك. شكرا يا فندم. قناة الطريق اتفضل مين معايا؟ ايوه استاذ جوزيف. ايوه حبيبي اتفضل. ايوه معاك الشعر، انا عايز اكلمك من بدري. بقول لحضرتك انا جبت لك اسماء الناس اللي عامله بلطجه دلوقتي وحالا قدام البيوت. اللي عامله بلطجه دلوقتي تاني يا استاذ صفوت؟ ايوه اللي عاملين البلطجه دلوقتي، خد اسمائهم بالاسم، اكتب ورقه وقلم. طيب هستاذنك، طيب بعد اذنك تمليهم لنا دلوقتي من ورا عند الكنترول روم. والحاجه الثانيه الجنازه طالعه الليله، عشان يكون عندك علم تمام ان هي طالعه بكره، لكن معلومه مؤكده الجنازه طالعه الليله وخلال ساعه تكون طالعه الجنازه. تمام. قال لك عشان ندبحوهم الليله. استاذ صفوت يعني انا مش عارف طبعا، خليك معايا طيب، خليك معايا يا استاذ صفوت. خليك معايا.
قناة طريق. اتفضل، مين معايا اللي بعده؟ اتفضل. الو. ايوه اتفضل. ايوه استاذ زين، معاك ارميه من الغرزات. اتفضل. مين؟ ارميه تبع فريق الغريزات. الكلام اللي بيتقال لك اغلبه صحيح، وان المواضيع فعلا بجد الناس بتدبح في بيوتها والناس ما بتطلعش من بره البيوت يعني. لكن في ذبح، في ذبح وحاجات كده. لا هو انا مش في القريه، انا بكلمك من بره، انا مش في القريه بس انا متابع الاخبار اول باول. بس هو فعلا الكلام اللي بيتقال لك يعني كله صحيح، اغلبه صحيح يعني تماما. المشكله ان المكان اللي فيه المسيحيين يا استاذ جوزيف اربع مداخل، يعني دي ممكن بسهوله جدا يتحط كمين في كل كورنر، الامن يسيطر على المكان، لكن الامن واقف ما بيعملش اي حاجه. احنا مش عارفين تمام. يعني بيتحكم جوه البيوت، طب احنا ممكن نعمل ايه؟ تمام. يعني واضح ان في تواطؤ، يعني الناس دي القريه دي كله يعرف بعضه بالاسم، الناس كل واحد معروف تماما، يعني معروف انت شكلك، معروف انك انت على طول تبع المسيحيين، فالموضوع ايزي جدا انه ممكن يتسيطر عليه من الامن، بس واضح انه في حاجه غريبه بتحصل يعني. طيب شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك. قناه الطريق اتفضل. مين معايا؟ اتفضل حبيبي، اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ جميل. مساء النور، اتفضل. حضرتك انا من القريه بتاعت الغرزات اللي هي حصلت فيها مشكله. انت جوه القريه دلوقتي ولا من بره بتتكلم؟ لا لا انا بره القريه حضرتك. تمام جنبها. تمام اتفضل. هو حضرتك كل اللي حصل ان الراجل اللي هو عايز بتاع محل الاسمنت دوت عايز يبني حيطه. حضرتك معايا؟ ايوه معاك، معاك يا حبيبي اتفضل. فجه بعد كده المسلمين تعرضوا ومنعوا ان هو يبني حيطه، وده كان من حقه. فجه بعد كده حصل المشكله ان ابن الراجل دوت مسك حاجه كده راح. انا عايز ناس تكون شهود عيان من جوه القريه، اي حد هيقول لي قصه اسمعها من حد، انا مش عايز كده لو سمحتوا يا جماعه. قناه الطريق مش كده خالص يعني، ارجوكم اللي بيحكي قصه اسمعها من حد مش عايزينها. الاستاذ مدحت دخل حكى الحكايه. قناه الطريق اتفضل. اتفضل مين معايا؟ الو. ايوه يا فندم اتفضل. انا اسمي ملاك، انا بتكلم من تكساس. من تكساس، اتفضل حضرتك. ما اتفرج انا على الانتخابات والتزوير اللي ما يحصل دوت، يعني حرام حرام يعني. فين الدول العظمى؟ فين امريكا؟ فين امريكا ساعتها لحد الوقت؟ وشايف ما تتفرج على المصريين ما تقتلوا، وشايف الانتخابات فيها تزوير؟ فين 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 الدول العظمى؟ فين هي؟ فين 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 حقوق الانسان؟ ليه هم اتدخلوا في الدول الثانيه وما اتدخلوش في مصر؟ انا حاليا انا عايش في امريكا، عارف، ومصر ما يتصلوا بينا ما يقولوا انتم مقصرين. احنا مش مقصرين. احنا نقدر نقوم بمظاهرات ونقدر نعمل كل حاجه. ما احنا بعد ما بنقوم بالمظاهرات وبيجي لنا الاخبار وكل حاجه وبناخد كل الموافقات، بنيجي من الداخل يقولوا لنا، اللي بتوع الداخل يقولوا لنا لا مش عايزين حاجه. طيب خلاص هنعمل ايه بعد ما بنجري وبنسعى وبنجيب رقابات وبنجيب حاجات من الداخل؟ كتير من دوله من الدول العظمى، من ما احنا يا سيدي احنا نزلنا، ما انت من تكساس، انت مش كده، انت من بره. اوباما معاهم مع الاخوان دول. تمام اوباما معاهم يا عم، احنا عارفين ديت وخلاص، فاضل له وما فيش. فرنسا وفين وفين الدول الثانيه الاوروبيه ما تتدخل بقى وتشيل امريكا دي دول طيب. عظمى بقى. تمام حبيبي، بشكرك جدا، بشكرك جدا. وبسرعه عايز اطلع هوا بسرعه عشان المستشار موريس، اسف، المستشار نجيب جبرائيل، ومعانا مراسلنا الاستاذ امير اللي هنقله الميكروفون حالا من مكتب مستشار نجيب جبرائيل، اللي ببعت تحيه خالصه مسيحيه لحبيبنا الغالي واللي انا بسميه دايما البطل مستشار نجيب جبرائيل. اتفضل. مساء الخير اعزائي مشاهدين قناه الطريق، من مكتب المستشار الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمه حقوق الانسان، ومعانا كمان الاستاذ منير حليم وهبه، مستشار بالتحكيم الدولي ورئيس لجنه العلاقات العامه والمؤتمرات، وكمان مرشح عن دايره امبابه والعجوزه والدقي، فئات مستقله رقم 31 رمز القطار. وكمان معانا الاستاذ نبيل اسكندر، نائب رئيس منظمه الاتحاد المصري لحقوق الانسان. اهلا وسهلا بك دكتور نجيب معانا في قناه الطريق. اهلا بيك واهلا بقناه الطريق، واهلا بالاستاذ جوزيف، واهلا بكل العاملين في القناه، واشكرهم على الرصد الدقيق للعمليه الانتخابيه التي جرت يوم. انا هستعرض بعض النقاط عشان ما اضيعش وقت زمايلي، وحرصا على قناه الطريق برضه.
اولا احنا كان عندنا غرفه عمليات وما زالت اليوم منظمه وخطوط ساخنه. الحقيقه غرفه العمليات عن طريق 173 مراقب منظمه على مستوى 9 محافظات اللي تمت فيها العمليه الانتخابيه اليوم. استطيع ان الخص ما تم اليوم ان هناك كثافه واقبال غير مسبوق للاقباط على في جميع لجان المحافظات اللي تمت فيها العمليه الانتخابيه اليوم. النهارده وانا جاي مصر الجديده لقيت اكتر من في احدى اللجان 2.5 كيلو طوابير ناس الحقيقه، وانا طبعا استطيع ان اميز الاقباط باعتبار حتى السيدات يعني معروفين. الفكره اني طبعا على غير متوقع وده حاجه عظيمه جدا اني الاقباط ينزلوا النهارده اكثر من التعديلات الدستوريه 19 مارس. النقطه الثانيه اللي كنت عايز اقولها ان فيما يتعلق بما حدث في العمليه الانتخابيه رصدنا اليوم عده يعني احداث، اخطر هذه الاحداث هو ان قاضي مدرسه ديلاسال الفرير بالظاهر ساب اللجنه الساعه 11:30 بعد ساعتين من بدء او 3 ساعات من بدء الاقتراع، وللاسف الشديد كانت الصناديق فيها اصوات وكانت مفتوحه واستطاع البعض ان يضع ايديه على الصناديق المفتوحه مما ايضا يعني يشكك في العمليه الانتخابيه وفي هذه اللجنه على وجه التحديد، ومعنا صور بهذا الكلام. الامر الثاني كان في مدرسه المنصوريه بالشرابيه، كان هناك رابطه تسمى برابطه الاسلاميين، هم الحقيقه كانوا بيحاولوا ان يضللوا يعني المسيحيين او الفئات المسيحيه على حسب ما يعني جات لنا المعلومات ان يقول لهم اماكنكم في حته ثانيه، لكن كانوا هم البنات صحيين وعارفين كل حاجه. الامر الثالث والاهم كان في مدرسه ساو قريه ساو في اسيوط، كان داخل لجنه واحد بيعلم على الستات خاصه اللي ما بيعرفوش يقروا يكتبوا بعلامتين صح عشان يبطل الاصوات. الامر اللي بعد كده كان في مدرسه الثانويه الاسلاميه بأسيوط بمنع دخول الاقباط. ايضا كان في شبرا وفي الفرج على وجه التحديد كان حزب العداله والحريه وحزب النور بالمخالفه للقانون يدعون الناس ودعايه انتخابيه بميكروفونات امام اللجان وامام المدارس مباشره بالمخالفه للعمليه او القواعد او القانون مباشره الحقوق السياسيه، ولم يتخذ ضد هؤلاء اي امر. اللافت للنظر في هذه الانتخابات اليوم، انا لسه على التو جاي من قناه الحياه اليوم وكان معايا مباراه عنيفه مع احدى الشخصيات التي تعلمونها جيدا والتي كانت تهاجم وتتهم الكنيسه بانها تستقطب الاقباط وتحولهم الى احزاب معينه او انتخاب بمعنى اصح الكتله المصريه اللي احد احزابها المهندس نجيب ساويرس، وكان مباراه عنيفه بينه وبينه الحقيقه، وانا اعطيته يعني درسا عنيفا في انه ليس معه اي دليل في ان يتهم الكنيسه بانها وراء استقطاب الاقباط، وقلت له ان اذا كانت الكنيسه تشجع الاقباط على النزول الى صناديق الانتخاب بعد غياب يعني عده عقود من الزمن اتهم فيها الاقباط بالسلبيه، كون الكنيسه بتدفع اولادها او الاقباط بالنزول الى صناديق الانتخاب ليس معناه ان توجههم الى يعني انتخاب الكتله او الوفد او الى اي حزب من الاحزاب، لكن دي كانت الحقيقه مدفوعه يعني هذه الاراء مدفوعه بتيارات اسلاميه متشدده او احزاب معينه عشان يعني تعمل نوع من الاسقاط ونوع من التوازن ونوع زي ما احنا بنعمل تعمله، والعمليه تكون يعني عمليه دينيه والانتخاب يحول الى عمليه دينيه. لكن لافت النظر ايضا ونحن على قناه الحياه اليوم كان في مداخله من الاستاذ حازم منير وهو المشرف او رئيس اللجنه المشرف على الانتخابات في المركز القومي او مجلس قومي لحقوق الانسان، وده شهاده موثقه والراجل صوته موجود ومسجل بيقول ان جات لنا 503 شكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان، 99% من هذه الشكاوى ضد حزبي العداله والحريه وحزب النور. كل يعني معظم الشكاوى 99% من الشكاوى دي كلها كانوا بيدفعوا الناس سواء عن طريق الميكروفونات او عن طريق يعني الاستقطاب وعن طريق اللجان وعن طريق الوقوف امام المدارس بان ينتخبوا
حزبي العدالة والنور، ده شهادة من راجل الحقيقة مسؤول، وهو أيضا المشرف على الانتخابات أو متابعة الانتخابات في المجلس القومي لحقوق الإنسان. لافت النظر أيضا كان في بعض اللجان القوائم غير مختومة، وفي بعض اللجان أيضا يعني مدرسة النهاردة بلال 6 لجان لم تفتح اللجان حتى 7 مساء لم تكن لا يوجد فيها قاضي واحد. أيضا كان في بعض يعني حصل حادثة وفية واحدة، واحد توفى في لجنة الاتحاد القومي بشبرا اليوم الساعة 8 مساء على وجه التحديد، أصيب بأزمة قلبية أعتقد نتيجة الحشود أو نتيجة الزحام في الانتخابات اليوم. عامة نستطيع أن نلخص الانتخابات اليوم في عجلة بسيطة بأن الكثافة غير مسبوقة من الأقباط، وأنا بقول الأقباط أنتم مواطنون ولا يهمكم ما يتهمون بأن أنتم داخل عباءة الكنيسة، وهذا اتهام مغرض، أو أنتم مدفوعون من الكنيسة بانتخاب تيار معين وهذا اتهام مغرض لا أساس له من الصحة، وقد يعني أقحمنا وقد أفعمنا وقد لقينا من قال هذا أمام التلفزيون المصري اليوم درسا لن ينساه في كيف أن يعني لابد أن يعي ما يقول. للقداس البابا قبل ما سافر أمريكا ربنا يجيبه لنا بالسلامة قال إن ما عندناش مانع أي واحد ينتخب الأفضل سواء كان مسلما سواء كان قبطيا، لكن كان كلمته الحثيصة والرائعة أن الكل ينزل إلى صناديق الانتخاب وإلى صناديق الاقتراع. فبقول يا أباط أنتوا جدعان النهاردة وانتوا رجاله والستات محترمين والبنات اقوياء وشجعان، وانزلوا وما تخافوش ما حدش هيحصل لكم اي شيء، وانتوا ابليتم بلاء حسنا اليوم في صناديق الانتخاب، كنتوا يعني الحقيقه يعني ناس على قدر المسؤوليه. يمكن دي اللي اقدر الخص الانتخابات. ما نقدرش ان احنا نتنبا اليوم لان 9 محافظات مش كافيه عشان نقول ان مين يعني المبادرة أو المبادئة مع مين، الأحزاب الدينية أو الأحزاب الليبرالية، نقدرش يعني نقدر نحط حاجة حاسمة اليوم، لأن في باقي المحافظات لم تجرى فيها عملية الاقتراع، وخاصة أن التيار الديني له باع كبير في الصعيد وفي وجه القبلي، وخاصة أن هناك قبليات أيضا وعشائر في بعض المحافظات زي سينا وزي سوهاج وزي إنا، لا يمكن التنبؤ بأن تيارا معين أو حزب معين يستطيع أن يفوز أو له المبادرة في هذا اليوم. يمكن ده اللي كنت عاوز ألخص يعني ما أستطيع أن ألخصه، عشان لكن الحقيقة لم في القاهرة يعني لم تحدث احتكاك مباشر بين الإخوان أو السلفيين أو حزب النور وبين يعني الأقباط، عشان أنا بخص الأقباط لأني كان هناك تخوف شديد في الأيام القليلة الماضية من نزول أقباط الانتخابات. سمعنا أن الإخوان بعد صلاة الفجر هينزلوا ويحتلوا اللجان كلها، سمعنا بعض وسائل الإعلام يعني هناك يعني من يخيف الأقباط، لكن كانوا على قدر المسؤولية، وأنا بقول وبملء الفم أن الأقباط كانوا ذاهبون إلى صناديق الاقتراع وفي قلوبهم يعني عقيدة ووجدان سوف ينتخبون الأفضل وسوف ينتخبون من سوف يؤدي إلى الوطن خدمات، ومن سوف أيضا يعني يقود إلى دولة مدنية وليس إلى دولة دينية، لكن لا تيار معين ولا الكنيسة استقطبت حد ولا الكنيسة دعت إلى حد، لكن كان دور الكنيسة قاصر فقط على مجرد النصح والإرشاد وتوفير الإمكانيات للوصول إلى اللجان أو توفير الكشوف حتى يتعرف عليها الناخب القبطس أو مسلم أقطب. ودليل كمان وأنا قلت النهاردة في البرنامج النهاردة منذ قليل أن حزب الكتلة المصرية لا تعبر عن نجيب ساويرس فقط، 3 أحزاب موجودين في الكتلة المصرية، ونجيب ساويرس مش محتاج أصوات مسيحيين قوي يعني طبعا محتاجهم، لكن مش هم اللي نجحوا ولا سقطوه، لكن الناخب المصري سواء كان قبطيا أو مسلما يعي تماما بأن يعني من سوف يدل يعني يأخذ صوته هو صاحب الحق في الدولة المدنية وفي يعني تقدم مصر وفي ازدهار مصر وفي التعبير الحقيقي عن التمثيل السياسي في البرلمان القادم. وانا اذا كان في اي اسئلة تحت امركم، لكن انا بعد كده هترك الميكروفون
لمرشحنا يعني العزيز الأستاذ منير حليم وهبة العجوزة. وأنا عايز أقول إنه يعني وحيد وين مرشح وسط هناك تيارات سلفية وتيارية لكن أنا كنا محضرينا لخصت المواضيع كلها، بس كان في سؤال يعني بعد التجاوزات اللي حصلت النهارده توقعاتك ايه غدا عن هذه التجاوزات؟ هل سيتم القضاء عليها ام ستظل مستمره؟ الحقيقه انا طلبت المستشار عبد المعز النهارده فيما يتعلق، هو رئيس لجنه الانتخابات، وقلت له ان هناك جرائم تقع بالفعل من حزبي العداله والحريه وحزب النور، لان بيعلقوا يفط قدام المدارس، بيحاولوا استقطاب الناس، بينادوا بالميكروفونات، وده طبقا لقانون بشر خصوصيه يعني تبطل او تسكت هذه الموضوعات كلها قبل بدء الاقتراع ب 24 ساعه، ودي معايير دوليه حتى نترك الناس، نعطي للناس فرصه للرويه والتفكير في من سوف يختارون، ولا يكون هناك تاثير على اي ناخب من يقبلون على صناديق الاقتراع. لكن ودي جرائم انا بعتبرها جرائم تلبس، يعني لما واحد يحط يفط ويحطه بالميكروفون وينده بمكبرات الصوت دي جرائم تلبس. كان يتعين على اللجنه سواء قاضيا او اللجنه العامه او اللجنه الفرعيه او اللجنه العليا ان تحذف هذا المرشح من جدول الانتخابات، ان تتخذ ضده اجراء قانوني، لكن هذا لم يحدث اطلاقا بالمره. وانا برضو بحب اطمنكم اني كان مستشار وزير الصحه دلوقتي اعلن ان 29 حاله اصابه، ودي نسبه ضئيله جدا جدا في ملايين الناخبين الذين وفدوا وذهبوا الى صناديق الانتخاب. طيب سؤال اخير معلش، احنا عرفنا ان حضرتك النهارده نزلت وادليت بصوتك، هل تم سحب صوتك زي المره اللي فاتت وكنا بنشوف، ولا كان في شفافيه في الموضوع ده؟ لا احد يستطيع ان يستقطبني او يسحب صوتي او يؤثر على وجداني او عقيدتي على الاطلاق. انا نجيب جبرائيل اللي بحب مصر وبرضه بحب كنيستي. نشكرك جدا الدكتور نجيب على المداخلات الجميله ديت. نكمل اللقاء برضك مع الاستاذ منير حليم مستشار بالتحكيم الدولي. في سؤال بسيط استاذ منير، فايده الانتخابات وتنظيمها ديت؟ والله انا بقول الاول مساء الخير للجميع وجميع مشاهدي قناه الطريق العملاقه، ومساء الخير يا استاذ جوزيف. لو هنتكلم على الانتخابات دي انا بعتبرها النهارده ميلاد لمصر الجديده، ميلاد لبلدنا اللي احنا كلنا لازم نكون واقفين حواليها النهارده، وهي بتتولد من اول وجديد بعد عصر من الظلم البائد ومن الاستعمار الفكري اللي كان بيقوم بيه الرئيس المخلوع حسني مبارك وكل اعوانه. فالنهارده الانتخابات دي عشان نقول راينا بكل وضوح وبكل صراحه، ونقدر ننتخب ونختار اللي احنا عايزينه واللي شايفين ان ده هيأدي المهمه وهيعاون الوزراء وهيعاون الحكومه اللي موجوده على نقل مصر من عهد بائد كله ظلم لعهد جديد كله حريه وكله ديمقراطيه. وبرضه بنطالب بدوله مدنيه بعيد عن الاديان، زي ما بيتقال كده الدين لله والوطن للجميع، فكل من تطئ قدميه على أرض مصر فهو مصري وله كل الحقوق وعليه كل الواجبات. وكلنا في الأول وفي الآخر بنتمنى أن الانتخابات دي زي ما عدى أول 24 ساعة منها بخير وبسلام، أن بإذن الله باقي المراحل وبكرة يعدي أيضا بخير وبسلام. تمام أستاذ منير، وعايزين بس برضك معلش يعني ما زلنا وقلنا كتير مرارا وما زلنا نقول عن التوعية عن الانتخابات وكيفية الإدلاء بالصوت،
لنجاح وعدم بطلانه. يعني ازاي اللي رايح ينتخب او رايح يرشح شخصية، ايه اللي هي الخطوات المتبعة الصحيحة لنجاح صوته وعدم بطلانه؟ والله بالنسبة للدائرة الانتخابية او بالنسبة للجنة الانتخابية لكل فرد مصري في نقط معينة لازم الواحد اي واحد داخل ينتخب ويصوت يقوم بيها. اولا بيطلع على الورقة اللي بياخدها من القاضي انها مختومة بختم اللجنة العليا للانتخابات، دي اول مرحلة. تاني مرحلة هو بيشوف اسمه بنفسه في الكشوف وبيكتب اسمه بايده في الكشوف اللي قدام القاضي. تالت حاجة او ودي اهم نقطة فيها، ان البني ادم الشخص اللي داخل يدلي بصوته بيبص على القوائم والاحزاب وبيختار منها قائمة واحدة او حزب واحد وبيعلم قدامه او قدام الرمز بتاعه صح. الورقة التانية بتاعت الفئات المستقلين بيختار واحد فئات وواحد عمال، واحنا سمعنا في اليومين اللي فاتوا ان من حقه يختار اتنين عمال او اتنين فئات ويتم الفرز بينهم والتصويت بينهم، فالاسهل للجنة الانتخابية حتى ان هو يختار واحد فئات وواحد عمال، مش مطلوب منه اكتر من كده. شكرا استاذ منير، بس كان في حاجة معلش يعني عايزين نوجهها، يعني مش كل الناس برضو بتعرف تقرأ وتكتب، ففي واحد رايح يرشح ومش عارف يقرأ مثلا حزب فلان او الكتلة فلان او الكلام دوت ولا اسم المرشح عشان ينتخبه، فايه النصيحة اللي نوجهها للاشخاص اللي ما بيعرفوش يقروا او يكتبوا عشان برضو ينتخبوا صح؟ انا بوجه من هنا نداء لكل المصوتين في هذه الانتخابات، ما تدوش الورقة بتاعتكم لحد يعلم لكم، انتوا لو مش قادرين تقروا او تكتبوا احفظوا الرمز، سواء رمز الكتلة او رمز الحزب او رمز القايمة او رمز الفردي الفئات او رمز الفردي العمال، احفظوا بس الرمز بلاش الاسم وبلاش الرقم، احفظوا رمزه ايه وخشوا انتوا علموا عليه، دي مش محتاجة قراية ولا كتابة، احفظوا الرمز. ويا جماعة صوتكم امانة وصوتكم بيحدد ميلاد مصر الجديدة، صوتكم بيحدد ميلاد مصر النهاردة اللي بتتولد من اول وجديد بعد عشرات السنين من الظلم. الدكتور اتفضل. انا بقول خاصة في قانون مباشر الحقوق السياسية بنص وقرار رقم 20 سنة 2011 بتاع المستشار اللجنة العليا للانتخابات بيقول من لا يجيد القراءة والكتابة او المعاق من حقه ان يستعين بمرافق اما بيطلب من رئيس اللجنة ان يكتب له البيانات اللي عايزها او يستعين بمرافق، وليس من حق رئيس اللجنة أن يرفض ذلك. المعاق أو سواء فقد البصر أو أي إعاقة حركية أو من لا يجيد القراءة والكتابة من حقه طبقا للقانون مباشر الحقوق السياسية وقرار اللجنة العليا من حقه أن يستعين بمرافق. نشكرك جدا دكتور نجيب على التوعية الجميلة ديت. في تجاوزات بتحصل خارج اللجنة اثناء وقف الطابور قبل الناس ما تدخل اللجنه وتصور، فايه هي ممكن التجاوزات اللي يتم الابلاغ عنها لو حدثت خارج اللجنه؟ هو من ضمن التجاوزات اللي احنا شفناها النهارده وحصلت، ويمكن الدكتور نجيب عرض بعض منها، ان في ناس المفروض قبل الانتخابات ب 24 ساعه بيمتنع المرشح عن اي دعايه انتخابيه عند اللجنه بتاعته. فالنهارده طبعا في ناس زي الحريه والعداله وزي حزب النور كانوا بيوزعوا اوراق باسم الـ القوائم بتاعتهم وباسم المرشحين الفردي بتوعهم، ده طبعا ممنوع. في نقطه تانية حصلت، احنا مش عايزين يعني ما اعرفش اللجنه العليا هتتفاداها ازاي، في بعض المنقبات للاسف دخلوا وخرجوا باكثر من بطاقه. طيب الراجل القاضي النهارده اللي موجود في اللجنه هيعرف ازاي ان دي دخلت له قبل كده، وهيعرف ازاي وشها وهو وشها متغطي؟ فياريت احنا يعني الدكتور نجيب يفتننا برضو الفتوى القانونية في نقطة زي دي. طبعا القاضي من حقه اذا ما دخلت منقبة ان يكشف عن وجه المنقبة او يستعين بسيدة تكشف عن وجه المنقبة، ده من حقه قانونا، وإلا رفض صوتها نهائي. انا كنت قاضي ولما بتجي لي واحدة على الحق من شخصيتها لابد ان اقول لها يعني اكشف عن وجهها، مش عرفني، جايز يكون راجل، جايز يكون واحد جاي يرتكب جريمه،
وانا سمعت النهارده فعلا ان بعض المنقبات رفضنا الكشف عن وجوههن. انت يا سامي رفضتي وانت راح تكتب ولا واحده شافتك؟ يعني عندنا دلوقتي منقبه اهو، تعالي يا ساميه ثانيه واحده، اهو عندنا منقبه دلوقتي موجوده معانا في الحديث اهو، تعالي قولي لنا كده ان انت لما روحت انتخبتي النهارده حصل ايه يا ساميه؟ ايوه اتفضلي. دخلت خدوا الرقم اللي هو الاكونت اللي هم عملوه كده رقم، خدوه دخلت جوه اداني ورقتين. ايوه. وقال لي شوفي انت اختاري ايه، اي حزب انت عايزاه. ايوه اخترت حزب البطوله. المهم علينا وبعدين انتخبت، فقالوا لي البطاقه. خدوا البطاقه، في واحده بتقعد ورا الستاره. ايوه. بتروح رافعه يعني رفعت النقاب. ايوه. وريتها الصوره، نفس الصوره هي نفس البطاقه. ايوه. بس وخد وشافني يعني انت يعني بتوعيات واختيارك عملت النقاب ما اعترضتيش يعني. لم تعترض. فاتك حاجه جميله جدا، شكرا يا مدام ساميه. يعني احنا بنديكم نموذج اهو ان سيده منتقبه راحت تنتخب يعني واحده ست يعني كشفت عن وجهها حتى يستبين انها سيده بالفعل، وتحقق من شخصيتها من واقع بطاقه الرقم القومي ومن واقع الشخصيه على الطبيعه، لكن ليس لهن ان يعترضن على كشف النقاب. والا ونعنى من هذا الحق، لاني ايه الدافع؟ عاوزين يعني ده حاجه عاوزين نوضحها للمراقبين بتوعنا ولرؤساء اللجان. معانا كمان الاستاذ نبيل منظمه الاتحاد المصري لحقوق الانسان. كنا عايزين نسال حضرتك سؤال، هل حضرتك مؤيد لاجراء هذه الانتخابات في هذا الوقت اللي بتمر به البلاد، ولا كنت تود تاجيلها لحين وجود امن كامل للبلد؟ اولا احنا بنشكر قناه الطريق والاخوه اللي معانا والاستاذ جوزيف على النشاط الملحوظ الجامد في القضيه القبطيه. ثانيا بالنسبه لموضوع الانتخابات دلوقتي او بعد الظروف الامنيه تاجيلها، انا عايز اقول لو احنا هنبص للظروف الامنيه اللي بتمر بيها البلاد وانفلات امني عمرنا ما هنعمل انتخابات، لكن لابد من طبيعه المصري الاصيل انه يكون هناك تحدي. فالحقيقه القائمين على الامر في البلد واجهوا الامر بتحدي، خاصه احنا قبل الانتخابات ما كانش الموضوع موضوع انفلات امني فقط، لا ده كان موضوع القوى الاسلاميه وتهديدها للأقباط والمسلمين المعتدلين بالهجوم عليها وتقفيل الانتخابات، ومن بعد الفجر هيروحوا بعد ما يصلوا يقفلوا الدوائر ومحدش هيخش. دي كلها كانت تحديات ليوم الانتخابات. ولكن النهاردة أنا ما بتكلمش على تجاوزات، في تجاوزات، أنا عايز أقول يوم جديد، يوم مجيد في حياة الأمة المصرية بعنصريها الأقباط والإخوة المسلمين المعتدلين، يوم سيسجل التاريخ. عايز أقول إحنا مش أقل من تونس اللي فاز فيها 33% من مقاعد البرلمان عندهم، ومع ذلك انتخبوا شخص يساري لقيادة البلاد. إحنا عندنا في مصر الإخوة بيقولوا على اليساري كافر. فنبص بيننا وبين تونس، أنا بحيي الأقباط على شجاعتهم الفائقة، بحييهم من كل قلبي. وبقول للأستاذ اللي بيدعي أنه مفكر قبطي وده عار على المسيحية، قبل ما تهاجم البابا لم يقل شيء مخالف. ده بيقول للإخوة الأقباط انزلوا الانتخابات وقروا القوائم، وقال لهم أنه بعض المسلمين المعتدلين هينفعوا الأقباط أكتر من المرشح القبطي. طب يا أستاذ أنت عايز البابا يقول إيه؟ ما سمعناكش رديت على القيادات السلفية اللي قالت لك يا كافر، وقالت لك انت معاك فيزة امريكا وكندا، اترك البلاد وغادرها وبالعافية بالذوق، هتقيم دولة دينية. يا اخواتي انا قبطي وما عنديش مانع للدولة الدينية الاسلامية، بشرط اعرف فين الدولة الدينية الاسلامية في العالم اللي يكون نموذج ليا. هل السودان؟ هل الصومال؟ هل افغانستان؟ هل باكستان؟ هل ايران؟ رشحولي دولة اسلامية وانا اوافق بيها. انا نبيل اسكندر القبطي لا مانع، انا 99% من اصدقائي اخواتي مسلمين،
انا شيخ الجامع عندنا في شبرا، شيخ الجامع صديق شخصي ليا، صديق شخصي ليا. انا ما بمنعش في دولة دينية، بس بلاش نضحك على الشباب باسم الدين، نقول النموذج الديني اللي احنا طالبينه ايه ونخلي الشباب يفكر بيه. شكرا. شكرا لك استاذ نبيل، واحنا معاك برضو في الكلام اللي قلته، ومع ضد اي طيار ديني سواء مسيحي او مسلم يفرض شخص بعينه على المرشح ان ينتخبه. فاحنا مع الكنيسه او مع الجامع في توعيه الناخبين ازاي ان هم ينتخبوا، لكن ما يفرضوش على الناس شخص بعينه ينتخبوه ويحددوا له قوائم ويحددوا له افراد او الكلام دوت. احنا بنشكركم، نشكر الدكتور نجيب وبنشكر الاستاذ منير والاستاذ نبيل، ونشكر مشاهدين قناه طريق، وكنا معاكم من مكتب الدكتور نجيب جبرائيل على الهواء مباشره، ومعاكم لو في اي اسئله او اي استفسارات. شكرا استاذ امير، بشكرك وبشكر سياده المستشار نجيب جبرائيل والضيوف الاعزاء والمرشحين الى مجلس الشعب القادمين، وبحييهم وبحيي بصراحه كل شخص بيدخل المعترك السياسي من الاقباط بشكل قوي وبشكل ايجابي، وهم دول الاقباط وهم دول الايجابيه اللي اتكلمنا عنها، واحنا نعمل اللي علينا ونعمل الدور اللي علينا ان كان في تجاوزات في الانتخابات. انا سؤالي بس المستشار نجيب جبرائيل، بعد بعض التجاوزات، هناك تجاوزات واضحه وهناك شكاوي هتروح للقضاء الاداري كالعاده، يعني مش غريب انه يحصل تجاوزات القضاء الاداري. ايه رايك في التجاوزات في هذه المره، خصوصا انه في صور في التحرير يا سياده المستشار مش قابلين موضوع الانتخاب ده اساسا؟ اتفضل. لو الحقيقه التجاوزات تنقسم الى قسمين، تجاوزات في العمليه الانتخابيه نفسها زي الدعايه الانتخابيه اللي بيقوم بها الحزب الاحزاب السلفيه والدينيه، وده مرفوض ودي جرائم سياسيه تعتبر، او بسموها جرائم انتخاب، وتجاوزات تصل الى حد الجريمه الجنائيه كما حدث في المراغه اليوم والاعتداء على المنازل الاقباط. فانا بقول ان احنا كمنظمه بنرصد هذه التجاوزات وبنعمل محاضر، يعني احنا عملنا النهارده محاضر في اسم الزاويه الحمراء عشان ان القاضي ما جاش، عشان بنحفظ حقوق سواء الناخب او المرشح، وبالاقصى حقوق المرشح، عشان بيستعين بتقاريرنا بالمحاضر اللي بنعملها بالمستندات تحت ايدينا، حتى لو طعن في محكمه النقض فيما بعد ببطلان العمليه الانتخابيه، الحقيقه يعني هيكون ده سند ليه. استاذ روماني مشيري النهارده المحامي وعضو منظمتنا عمل محضر المطريه، عمل محضر في المطريه بهذا الشان. انا بحييه، انا بقول يا جماعه اي حد احنا يعني القانون اثبات، القانون اجراءاته اثبات، اي حد سواء ناخب سواء مراقب سواء متابع سواء مرشح سواء احد الناس علم بوقوع اي تجاوز يجري بسرعه على اسم الشرطه، مش يقول ما حدش يعمل لي حاجه، ما حدش يعمل لي حاجه دلوقتي، لكن المحضر ده بعد كده تاخد صوره رسميه من النيابه تستعين بيه في ابطال صناديق انتخاب معين، ابطال لجنه معينه، بتحفظ كل حقوقك، فاوعوا تضيعها حقكم، اوعوا تقولوا هيعملوا لنا ايه؟ محدش، لا انا بقول ان يحفظ حقك ويذهب الى اقرب قسم شرطه او بلغ اقرب منظمه حقوقيه تستعين بيها تعمل لك كل الاجراءات دي. سياده المستشار برضو معلش سؤال سريع قبل ما اختم معاك الحلقه، وهطلع مع الاستاذ روماني برضو، روماني مشيري المحامي هيقول لي عمل ايه النهارده يمكن في بعض المحاضر زي ما حضرتك قلت. عايز اسال سؤال فيما يخص الخارج بقى يا سياده المستشار، طبعا خدنا حكم قضائي بان احنا، او انت تصلح لي طبعا يمكن الالفاظ عندي شويه بتروح، لكن حكم قضائي اعتقد. بص يا استاذ جوزيف، انا مش هدعي، احنا طبعا احنا يعني اخواتك الصغير، او مش عاوز اكبرك، احنا تلاميذ قناه الطريق يعني، ربنا يبارك. الحقيقه احنا كنا بادرنا من حوالي من شهر 4 تقريبا بعد انتخابات التعديلات السوريه، وعملنا مذكره لرئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكري، وطالبنا بامرين. الامر الاول ان يكون من حق اخواتنا وابنائنا الموجودين في الخارج ان يدلوا باصواتهم ويمارسوا حقهم الانتخابي. الامر الثاني ان تمثل القارات الست بممثلين في مجلس الشعب، وقلنا 2 عن امريكا وواحد عن كندا وواحد عن اوروبا وواحد عن استراليا على ما اعتقد، واحد عن اسيا اللي هو في دول الخليج يعني، وافريقيا موجوده اللي هي فيها المقر، يا 6 ممثلين في مجلس الشعب
يتم انتخابهم او اختيارهم من اللي هم في الخارج، والعمليه التصويتيه تكون موجوده بالكامل لاولادنا او اخواتنا الموجودين في الخارج. فعلا انا عملت، جات لي تقارير من مندوبنا في دبي المهندس هنري، صارت الأعمال الانتخابية في الإمارات على أحلى وأحدث تكنولوجيا في العالم عن طريق التصويت الإلكتروني حقيقة، وكانت رائعة جدا 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 في الإمارات. في فرنسا للأسف الشديد جات لنا تقارير بتقول إن في فرنسا قالوا إن ما جددش بطاقته أو ما طلعش بطاقة رقم قومي حتى 30/9 ليس له حق التصويت، وده خطأ جسيم وجريمة للسفارة المصرية، وأنا هحقق في هذا الموضوع، هبعت للمجلس العسكري والمجلس واللجنه العليا للانتخابات كيف يمنع ناخب مواطن مصري يقيم في فرنسا يحمل الجنسيه المصريه ويحمل بطاقه الرقم القومي حتى اذا كان استخرجها بعد 30 سبتمبر، كيف يمنع من مباشره حقه الانتخابي. في كندا في مونتريال يعني على حسب ما وصلتنا معلومات هم الاقباط يعني صوتوا وذهبوا، يعني الكنيسه تولت يعني هذه المظاريف وبعتتها للسفارة المصرية في أوتاوا. الحقيقة كان في تصويت هائل جدا جدا لصالح الأخوان في السعودية، في السعودية بتحوي حوالي 3 مليون مصري في السعودية. جاتنا تقارير برضو من مندوبنا في الأستاذ محمد شهري في الرياض بيقول إن أكثر من 3 مليون مصري يعني معظمهم من المسلمين طبعا في صوت كثير جدا جدا لصالح التيارات الدينية، والبعض صوت لصالح التيارات العلمانية أو الليبرالية. هذا ملخص ما حدث في البلدان اللي قلت لك عليها، سواء السعودية أو الإمارات أو فرنسا أو كندا. لكن هنتابع، أنا مسافر بعد بكرة إن شاء الله حضور مؤتمر الاتحاد الأوروبي لدعم الديمقراطية والإنسان في بروكسل، وهنشوف برضو هنجيب تقرير من أوروبا ايه اللي بيحصل في الانتخابات، وهل المصريين، ونعمل اشعة عمل بعد بكرة في فرنسا برضو مع الجالية المصرية، وهنشوف هل ان هم مارسوا حقهم الانتخابي يعني بكل الضمانات وبكل الشفافية وبكل الامكانيات، ولا كان في عراقيل منعتهم من ممارسة هذا الحق. هجيب تقرير من اوروبا ان شاء الله من اخواتنا المصريين، وهنشوف ايه اللي حصل باذن الله. بشكرك جدا سيادة المستشار، وانا عارف ان انتوا وقتكم ضيق جدا. بشكر مراسلي الاستاذ امير، وبشكر الضيوف اللي مع حضرتك. يا ريت برضو تفكرنا تاني باسمائهم والمشاهدين. معنا الاستاذ منير حليم والاستاذ نبيل اسكندر. تمام، المرشحين عن دايره ايه؟ اتفضل الاستاذ منير. معنا الاستاذ منير مرشح عن دايره امبابه والعجوزه والدقي، مرشح فئات مستقل رقم 31 رمز القطار، وعن دايرة إمبابة والعجوزة والدقي. ومعنا الأستاذ كمان نبيل اسكندر، نائب رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. ربنا يوفقكم إن شاء الله، بندعي لكم كلنا من كل قلوبنا بالتوفيق، وإن شاء الله يكون متمثل في مجلس النواب السنة دي إن شاء الله فئة كبيرة جدا من العلمانيين. مش هقول بقى الأعباط، هتكلم عن مصر المدنية، نحو المدنية. تحية لكل من في مكتبك يا سيادة المستشار نجيب، وبشكرك جدا على هذا اللقاء الشيق. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا لكم. شكرا. هنروح بسرعة برا عشان في بعض الأخبار عن القرية في المراغي، وفي أنباء بتقول لي عن يعني للأسف في عاجل جاي لنا من هناك إنه في فعلا أقباط لقوا حتفهم وتم يعني يمكن نزيع. طيب نحاول نزيع الصوت دوت من موقع الحق والضلال. عاجل ذبح قبطيين في سوهاج الآن. هشوف بسرعة الملف ده بيقول ايه وارجع لكم تاني. الشخص اللي اتصل بينا وقال لنا ان هناك ذبح يحدث الآن في سوهاج، عايز اشوف واتأكد من الخبر دوت، وممكن يكون في ناس عندنا بيشوفوا الخبر ويأكدوا. هون من سوهاج بنتابع مع حضرتك موقع الحق والضلال، عايزين نعرف من حضرتك ايه الموضوع وايه اللي تم بالظبط دلوقتي. في لسه دلوقتي 2 ميتين حضرتك مسيحيين طلعوا عليهم الشقق وذبحوهم بالسكاكين لسه دلوقتي. حاصل كل المشكله دي بسبب ايه؟ بسبب مهما يكون، بس دلوقتي الناس اللي بتموت دي والسكاكين اللي بتتفتح وبتتسرب والبلد كلها تولع دلوقتي.
هل اتصلتوا بالمطرانية او الدنيا كلها عارفة والجيش هنا والامن من هنا ولا حد بيعمل طيب. اي حاجة. ناخد بعض التليفونات عشان يمكن يكون الاخبار جوه التليفونات برضو من عندكم من القرية. يا جماعة طمنونا من فضلكم. قناة الطريق اتفضل. الو. ايوه فندم اتفضل. الو. ايوه حضرتك اتفضلي اتفضلي انت على الهوا معايا. جوزيف مساء النور اتفضلي. جوزيف انا في حاجات النهارده حصلت الصبح من بعض المدارس في شبرا في الطيعه بالذات يعني كان في الناس بيقولوا انتخبوا المسيحيين يحطوا في صندوق وكان المسلمين المتحجبين يحطوا في صندوق تاني. واخد بالك؟ ايوه. اسم المدرسه هجيبه لك محمود العقاد في الطيعه البوليه. ماله ده بقى؟ دي كانوا بياخدوا الناس المسيحيين يحطوا في صندوق والمسلمين يحطوا في صندوق تاني طبعا عشان يبطلوا صوتهم. واخد بالك؟ دي حاجه. في واحد لواء اسمه سيف اليزنت ده في ال كان في فيديو بيقول ان في 18 واحد من الامن المركزي اتقتلوا قدام مسبيو ثلاث مسيحيين. واخد بالك؟ وطبعا احنا ما شفناش ولا واحد اتدفن الا واحد بس كذب وقالوا ده من الشهداء اللي كانوا في مصبير اللي هو طلع الجيش. ما علينا. النهارده كان بينزل تاني برضه في القناه بتاعت مصر كالعاده وده المفروض ما يخشش القناه ده يعني لانه كذاب. وحاجه تانية انه كان بيقول ان عدد المهاجرين اللي بره كلهم 8 مليون احنا نبقى يقولوا 10 او 12 خلونا 8 نص بس العدد ده كله في الدول العربية 40% بس في السعودية. تمام تمام تمام. الأخبار دي طبعا موجودة على القناة على طول وتابعناها معاكي وكده. احنا بس عايزين الجديد عشان الغريزات. ألو قناة طريق القرية نقول اسمها تاني. هي قرية الغريزات. قرية الغريزات. مين معانا في قرية الغريزات؟ مين معايا؟ مين معايا من هناك؟ ألو. ايوه حبيبي مين من هناك اتفضل. ايوه حبيبي قول لنا ايه اللي بيحصل. ايوه انت انا معاك على الهوا انا معاك على الهوا ممكن تقول لي ايه اللي بيحصل عندك اتفضل. طيب تلفزيون يا حبيبي وطي التلفزيون عشان اعرف اسمعك اتفضل. ايوه طيب ناخد تليفون. الو يا جوزيف اتنين اتذبحوا دلوقتي. اتنين اتذبحوا عندك اسماء؟ عندك اتنين اتذبحوا واحد اسمه كميل كامل وكامل كامل دول هم الاثنين اتذبحوا. كميل كامل وكامل كامل اتنين اخوات؟ انا مش طالع منك ولا حاجه. اخوات ولا ايه؟ اخوات الاثنين اخوات؟ كميل كامل وكامل كامل. قناه الطريق طب اتفضل مين معايا؟ الو. ايوه يا فندم اتفضلي. مساء الخير. مساء النور اتفضلي حضرتك انت على الهوا معايا سامعاني ولا لا؟ لا حضرتك ايه بعد اذنك انا وجوزي راجل ناس كبار في السن وان احنا قدمنا الاستماره بتاعت الانتخابات على النت واخد بال حضرتك. ايوه. وفوجئنا أيوة. بعد كده ان المفروض الانتخابات كان المفروض امبارح وما انتخبناش فانا كنت عايزه اعرف في ضرر علينا ولا ايه نظامنا. انت خايفه من الضرر ولا خايفه انك انت صوتك يكون راح؟ ما هو صوتي انا اللي انا عايز اقول لحضرتك ان انا لما عرفت خايفه من الضرر اولا وعارفه ان العمليه كلها فيها ضرب وسمعت دايره الزيتون مسكوا واحده ضربوها بقالها حاده وتزويرات في الجوامع و100 حاجه. انت في مصر ولا انت فين؟ انت في مصر ولا هنا حضرتك؟ لا انا هنا في كولورادو. كولورادو كولورادو خلاص خلاص ولا في بره في امريكا بس احنا ان شاء الله مش هنسكت هنتكلم تاني عشان زي انا برضو ما لحقتش وانت بتقولي انت كبيره في السن وفي ناس كتيره برضو موجوده واحد ساعتنا قدم لنا واللي ساعتنا ايوه يعني في ناس تانية بقى يعني ما لحقوش برضو وهم برضو صغيرين في السن ما لحقوش برضو يعني. طيب انا اللي عايزه الموقف بتاعنا ايه دلوقتي؟ لا اللي ساكنين بره ما بيقعش عليهم غرامات اعتقد يعني كنت خايفه من الضرر ما بيقعش عليك بس انا كان نفسي
يكون لينا فرصة أساسا إن احنا ننتخب يعني، ويكون لينا صوت، ويكون صوت كده يعني ناخد راحتنا واحنا بنصوت واحنا بنازلين، وناخد وقتنا ونبعت البوستة صح والناس تفهمنا صح، مش كل حاجة سلق بيض سلق بيض كده. ما هي كانت سلق بيض ولا حسينا، واحنا اساسا واحد ساعدنا، كنت عايزه اقول لحضرتك وكل الشباب كان احنا ما. النت يعتبر مش بيفتح. النت واقع خالص. تمام. احنا بصي، طيب يبقى احنا هي كل الفكره الشكاوي ان احنا ديت، كل ننتخب. الشكاوي ديت محامين كتيرة قايمين بيها واحنا معاكي، احنا ناس كتيرة قوي قايمين بيها واحنا معاكي. يعني انا اطمئن ان حضرتك هتبقى تسلمنا ولا تعلن في القنوات. طب ميرسي، ربنا هنعم. يعوض. وبعدين يعني الغرامة 500 جنيه، يعني غرامة 500 جنيه مش دولار؟ لا 500 جنيه مش دولار، ما تخافيش. ما انا هو حاسس ان انتي احنا خايفة عشان حاجة غريبة جدا، انا نفسي تبقى عندك حماسة كده تخشي تقولي انا عايزة انتخب، مش مشكلة الفلوس. ما انا صوتي اللي ايوه. انا عايزه اقوله لحضرتك، صوتي ان انا انتخبت او متخنت مش هيؤخذ بيه. يعني الضرر مش هيبقى اكتر من انه صوتي مش متاخد، ده ضرر كبير قوي. ما انا هقول لحضرتك احنا ناس كبيره في السن ربنا يديك ومرضى الصحة. والناس لا بس بتساعدنا. صدقيني على فكرة انا بشجعك، لان انت ساعدتي وجريتي وجبتي ناس وعملتوا الداونلود وعملتوا الريجستريشن وكل حاجة تمام، بس هي الفكرة ان هم ما ادوناش برضو فرصتنا احنا كناس قاعدين. لا كان الثانكس جيفنج موجود والسبت وحد بعدها ويوم الحد بالليل نودي البتاع، مش عارفين يعني الفيديكس، حتى لو راح الفيديكس اوفر نايت مش هينفع. الناس اللي نجحوا انهم يصوتوا هم اللي راحوا جوه السفارة نفسها في واشنطن، فيعني معلش احنا هنحاول نعمل طعن كلنا عشان لسه في ناس كتيرة هنا ما عملتش حاجة، فاحنا معاكي ما تخافيش، احنا معاكي. طب وربنا شكرا. معانا جميعا. وتابعي قناة الطريق، ربنا طبعا معانا اول واخر. الو، مين معايا؟ اتفضل. ايوه يا شريف. ايوه يا فندم اتفضل. مع حضرتك، انا من الغرزات اصلا بس انا مقيم في شبرا حاليا. يا اهلا حضرتك بحضرتك. الاسماء اللي هي اتذبحت في كميل كامل كامل. وكامل كامل وابن كميل، ايه ده؟ بس ما اعرفش هو في، انا اعرف ان كامل هو اللي يعتبر انتهى خلاص فاشل، لكن تنين تعبانين. الحاجه الثالثه، لا يعني بالراحه ركز معايا. بشكرك طبعا ان انت بتدينا معلومات. كميل كميل مين اللي راح خالص؟ مين اللي استشهد؟ كامل اللي هو اخوه كامل. كامل ده سنه، عندك فكره سنه قد ايه؟ اعتقد يعني حاجه مش 250 حاجه زي كده. واخوه بقى التاني اللي هو كميل، بعد كده كميل اصغر منه وابن كميل غالبا، بس دول لسه يعني مش، ما عنديش اخبار ان هم ما عندكش يعني اخبار. ماتوا ولا طب لا، ايه بقى لكن هم حصل ايه؟ دخلوا عليهم يعني ذبحوهم ذبح ولا كانوا ضربوهم عايزين بسنك؟ يسرقوا، كانوا عايزين يسرقوا حاجات وبتاع زي كده عشان هم عندهم تومين ودقيق وبتاع زي كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في سمير إلادة برضه دخلوا عليهم وضربوا، سمير إلادة دخلوا عليهم وضربوهم وطلعوهم، يعني بعد كده هم برضه طلعوا في المستشفى. سمير إلادة ده الحاجة حصل له الثالثة، ايه؟ حصل له ايه سمير دول إلادة؟ ضربوهم، لا مش ذبح، دول ضربوهم وكسروهم يعني. الحاجة الثالثة، الكنيسة الرسولية، الكنيسة الرسولية شارع السوق، كسروا الباب من بره. كسروا الكنيسة الرسولية من بره. لا الباب اللي براني، بس الباب اللي من بره يعني، والأمن كان واقف قدامها. لا غالبا قبل ما الان يجي الكلام ده في البدايه، وبعد كده هم راحوا طلعوا وكملوا يعني، لكن الباب بس الخارجي بس هو اللي حصل له كده. تمام، ربنا يستر. وشكرا وربنا يباركك، شكرا. وانا اثق ان لا يا حبيبي، ربنا يا اهلا يهديك. بيك. بس انا بجد احنا يعني الحاله كده صعبه جدا يعني، انا اهلي في الغرازات هناك، انا مش عارف يعني، انا قاعد هنا مش عارف اروح ولا اجي ولا اعمل طالب. ايه، لكن انا اثق ان الهنا قدير، الهنا يستطيع كل شيء ولا يعصى الامر. اذا انقلبت الاعمده فاحنا نثق ان اتكلنا على الرب اللي هو كل الناس. أمين أمين. بشكرك حبيبي، بشكرك. واخد مكالمة الأستاذ روماني مشيل، المحامي الأستاذ روماني مشيل. أهلا بيك يا فندم، منور قناة الطريق دايما. شكرا حبيبي وحمد لله على السلامة. ألو أستاذ وزير، أهلا بيك. في صوت واضح؟ واضح الصوت، اتفضل اتفضل يا أستاذ روماني. معلش أنا النهاردة تعبت جدا، كان يوم عصيب ورهيب كما توقعنا، لأن الانتخابات لم تتم في الأوائل اللي إحنا كنا بنشوفها جميعا، وكان رأيي ورأي حضرتك بالأول انه لابد من تاجيل هذه الانتخابات نظرا لعدم وجود ديمقراطيه
او شفافيه او حريه يقدر الناخب ان هو يتخذ فيها. النهارده حدثت انتهاكات شديده جدا بعد ان شاهدنا الاقبال الشديد من الليبراليين ومن الاقباط نسبه الكثافه. هذه الانتهاكات تمثلت في التاخير المتعمد للاوراق الانتخاب، يعني في المدرسه اللي تم بها اللي تابع ليها وده شعراوي في المطريه، الورق وصل الساعه 2 في عين شمس، ضرب نار على احد المعهد الفني المطريه، ضرب نار عليهم هناك فاتقفلت اللجنه خالص بالكامل، ووزير الداخليه او وقف مامور اسم عين شمس. كانت الاجواء كلها فيها مشحونه، احنا لما لقينا كده لما دخلنا جوه اللجنه لقينا الورق وصل، ورق مش مختوم ولا في اي ختم خالص يبين الجهه اللي صدرت منه هذه الاوراق. كان في بعض من يقررون انهم وكلاء عن المنتخبين او الاشخاص المنتخبه، كان من ضمنهم طبعا اخوه اللي هم المسلمين والسلفيين والاخوان، كلهم كان معاهم توكيلات، دخلوا بدل ما هم يمارسوا العمليه الرقابيه بخصوص موكل يعني بخصوص الحزب بتاعهم وكلهم، لا كانوا بيوجهوا الناس. وانا لفت نظر احد القضاة للجنه التابعه ليها، كانت لجنه 902 في مدرسه هدى شعراوي، فقلت له في انا ساعدتك في توجيه كذا، واوضحت له الصفه، قلت له انا مش منظمه حقوق انسان، واوضحت له صفتي وقلت له ان ده يعد انتهاك. قال لي يا استاذ احنا واخدين بالنا من كل حاجه. قلت له طب ما فيش اختام، قال لي الورق جالنا كده احنا مش هنقدر نقعد نختم في كله، احنا جه الورق جاي متاخر لازم نخلص. قلت له طيب دلوقتي في ناس برضو بتخش بتاخد معاها الناس، يعني يخش واحد عجوز مسن بيخش معاه شخصين يعني كانهم بيسندوه، قلت له ده برضو مخالف للقانون، لانه لان الشخص اللي ناخد ده لابد ان هو يدخل لوحده من غير ما حد يسنده، وممكن حد من جوه يسنده، يعني ممكن حد من اعضاء اللجنه او اي حد موجود جوه يسنده، لان دخول الشخصين معاه ممكن يحدث هرج ومرج، وممكن ورق يتاخد ويتحط في صناديق الانتخاب او يكون معاه ورق مطبوع، لان طبعا ما فيش اختام خالص. طبعا لا حياه لمن تنادي، ما فيش حد يعني قدر يسمعنا. فتوجهت معايا 10 اشخاص كان من ضمنهم اخوه مسلمين، ورحنا قسم المطريه وحررنا محضرين، محضر رقم 8243 اداري المطريه، والمحضر 8246 بكل هذه التجاوزات وما حدث من. طبعا احنا شفنا حاجات كتير قوي، شفنا فلوس بتتوزع من حزب اللي هو النور السلفي على وجه التحديد، كان موزع فلوس وبيحطوا الفلوس كارت شحن اللي هو بتاع الموبايلات، ومعاه الورقه فيها حزب النور وفيها المرشحين بتوعهم ويوجهوا الناخب له. واحنا شفنا الكلام ده كله، والكلام ده كله بدا في ناس مصورين وفيديوهات، هنحاول ان احنا نجيبها لقناه الطريق. ورحنا احنا ومجموعه من الاخوه المسلمين، كنا حوالي 10 واحد اسمه حسين رمضان بيومي، وبيوم محمد متولي، وفي اسلام رمضان بيومي، وثروت سمير، والبير مفيد، واشرف عبد السلام، محمد مصطفى، وانا كنت معاهم. وحررنا هذه المحاضر كلها ضد مامور اسم المطريه، وضد المسؤولين عن هذا التاخير، وضد رئيس اللجنه اللي ما قدرش ان هو حتى يكلف نفسه ان هو يثبت هذه التجاوزات. وكل ما كان عليه قال لك روح للجنه العليا للانتخابات وروح اشتكي. رحنا اتصلنا باللجنه العليا للانتخابات اللي في شارع عبد الفتاح فهمي، ما فيش حد رد علينا خالص. وبالتالي احنا كما قررنا هذه الانتخابات تمت في اجواء لصالح مرشحين بعينهم. السرعه في هذه الانتخابات ان لازم تتعمل، ورغم ان في عندك ثوره في التحرير، ده يثبت تماما ان في اتجاه معين ان يفوز الحزب اللي هو السائد او ماشي التيار اللي هو الديني اللي هو السلفي او الاخواني غصبا عن الابراهيم وعلى الاخبار. فده اللي حصل النهارده، وان شاء الله هذه المحاضر هتنفعنا زي المستشار نجيب ما قال الدكتور نجيب ابراهيم، ان فيما بعد هيتم رفع دعاوى كثيره زي ما هذه الانتخابات شهدت اقبال كبير عليها، هتشهد برضو اقبال كبير على المحاكم اذا ما حدث هذه الكارثه وسيطرت التيارات الدينيه على المقاعد. هنتوجه بالفعل الى محكمه القضاء الاداري لرفع دعاوى بطلان بسبب هذه الانتهاكات. طب في حاله استاذ روماني ميشيل المحامي معانا على الهواء مباشره، في حاله سؤال قانوني، في حاله انه القضاء دوت ابتدى ينظر في هذه القضايا واكتشف فعلا ان هناك اختراق وهناك تعديات وهناك تجاوزات في العملية الانتخابية، يعني ممكن ياخد قرار شكله ايه؟ ممكن ياخد ناخد طعن، ممكن تتعاد الانتخابات اذا كان هذه الظاهرة عامة على كل اللجان فبتعاد في كل لجان، اما اذا وجد هناك تلاعب في بعض اللجان بيعاد في هذه اللجان او في هذه المناطق اللي هي ثبت فيها هذا التلاعب. ده بيتم عن طريق اللي بعد كده القضاء عن طريق لجان الفرز، ويشوفوا يجيبوا الاوراق غير مختومه. طبعا انا نسيت اقول لحضرتك ان كان الصندوق اللي محطوط فيه عليه قفل صغير بتاع الاطفال الصغار، وده اتصور فيديو يعني عليه قفل صغير ممكن مصباح كان فاتح الصندوق، حاجه غريبه جدا، حاجه يعني كنت حاسس ان في حاجه بتحصل غلط. بعدين فوجئنا جاي متاخر الساعه 4
بعد ما الناس ملت وفي ناس ليبراليين وقباط كتير مشوا، وبعدين فوجئنا ان هجوم شاذ يعني كبير من اللي هم الملتحين داخلين المدارس وداخلين جايين بقى في وقت قاتل الساعه 4:30 مع الورق الثاني. الورق الثاني جه بعد ما عملنا شكاوي، جه مختوم. الورق الثاني جه مختوم واثبتنا هذا برضه. الورق الثاني جه مختوم، يعني بعد ما احنا فضحنا الامر جه الورق الثاني مختوم. ده طبعا ما اعرفش ده بيتم لصالح مين، احنا بنعرض الامر على الراي العام وبنعرض الامر على حضرتك وبنعرض الامر على القضاء، وربنا هو اللي يبين حاجه. شكرا استاذ روماني مشيل المحامي، كان معنا على الهواء مباشره وقام ببعض البلاغات طبعا، وحضراتكم زي ما انتم شايفين على الهواء مباشرة هذا التعديل. قناة الطريق تفضل، مين معايا؟ الو الو. ايوه يا فندم اتفضل. الو. ايوه اتفضل حضرتك. معاك معاك ابونا شنودة. ابونا شنودة اتفضل يا ابي. الاسماعيلية. اهلا يا ابونا. اهلا يا ابي اتفضل. اساسا من الغريزات اللي حصل فيها المشكلة سعادتك. اهلا بيك يا ابي. الاول اهنيك على قناة الطريق وعلى التغطية الاعلامية الجميلة جدا جدا. شكرا يا بونا. وعايز بس اوصل لحضرتك سوء الإدارة وسوء الشرطة ابونا شنودة يا ريت، معلش الرصيد غالبا خلص او الخط قطع. ابونا شنودة يا ريت يكلمنا تاني. نشوف اللجان الانتخابية شكلها ايه ايام مبارك، واللجان الانتخابية شكلها ايه ايامنا. والحاجة جميلة قوي، الله يرحم ايامك يا مبارك، كنت بتنتخب لنا واحنا نايمين في البيت. مبارك كان بينتخب لنا واحنا نايمين في البيت، وكان بيحط الشمع الاحمر المرة دي لقفال صغنططة زي العيال الصغيرين على رأي الاستاذ روماني، وكمية ناس غير عادية وهرجلة جامدة جدا. مصر زمان ومصر الان على الشمال اهوت، كان حاطط سلك شائك ومحدش يجي ناحية الصندوق وبراحتك خالص ومفيش غرامة، وحتى عايز تنتخب اهلا وسهلا، مش عايز تنتخب مش مشكلة كده كده صوتك معانا. يعني هل ميلاد مصر جديدة بجد، ولا الانتخابات طالع فيها تجاوزات كتيرة؟ هل هنروح ناحية المدنية، ولا رايحين ناحية الدقون والجلاليب والدنيا الضايعة؟ ناخد تليفون. قناة طريق اتفضل. الو استاذ جوزيف اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. معاك مين من الغريزات سعد؟ ايوه استاذ مين اتفضل. انا شاهد عيان وساكن جنب الكنيسه. ساكن جنب الكنيسه اتفضل حضرتك، ايه اللي بيحصل عندك؟ حضرتك دلوقتي لسه احنا الدنيا هيجي بره، واحنا في تامينات قدام الكنيسه. اي نعم في امن وفي حاجات زي كده، بس بره في الامن مغطي البلد كلها، لان في ناس مشاكل لسه اثنين مذبوحين عندنا دلوقتي. ايوه قول لي بقى، الاثنين اللي مذبوحين، في واحد فيهم استشهد والتاني الثاني في المستشفى في عربيه الاسعاف ومات في الطريق. مات في الطريق برضو. ايوه مات في الطريق، اللي هو كميل كميل وكامل. كميل وكامل الاثنين اخوات. كميل اتذبح في البيت، انا كنت هناك. انت شفت الواقعه يعني، ولا سمعت؟ أيوة عنها. حضرتك انا جالي تليفون على البيت، انا جنب الكنيسه، جالي تليفون على البيت، نزلت بسرعه قلت للواء اللي تحت، راح واخد معاه 2 عساكر و2 ضباط وطلع على هناك. من ما وصلنا هناك بالظبط لقينا الناس بتجري، وده ميت مذبوح في الارض. ازاي يعني مذبوح بايه؟ مذبوح بايه يعني؟ بسنجه؟ مذبوح بقى لحد في الارض بسنجه اكيد. يا خبر. ودخلوا عليه ازاي ده؟ دخلوا على البيت بتاعه عند مخزن دقيق، وخدوا كل حاجه في المخزن. خدوا يعني كان هدف سرقه برضه، ولا هدف ترويع، ولا هدف ايه؟ هدف سرقه وهدف دين. طب والوضع عندك في البلد ايه طيب دلوقتي بعد القصه دي حصلت؟ يعني نقول مثلا وقعه الذبح دي حصلت امتى، الساعه كام بالظبط مثلا لو انت قدرتها؟ قدرتها ممكن اقول لك بالظبط خلال ساعه. من ساعه، منذ ساعه. والساعه دلوقتي عندك كام بالليل؟ دلوقتي عندي الساعه 11:10. يعني نقول على الساعه 10 حصلت الوقعه ديت، بعد ما الاحداث بعد الحرائق وبعد كل حاجه قاموا بعض الناس ودخلوا. تمام. والناس دي مش معروفين مين، ولا معروفين، ولا ايه؟ ما حدش عارفه، هم اهل البلد اغلبيه. يعني البلد دي اغلبها مسيحيين، ولا اغلبها مسلمين، ولا اغلبها ايه؟ لا الاغلب مسلمين. طيب خط قطع منك يا مينا، بس انت قلت لنا معلومات خطيره جدا ومهمه. قناه الطريق اتفضل، مين معايا اللي بعده؟
مدحت الجزيف معاك. ايوه استاذ مدحت، ايه اللي بيحصل ده؟ مش قلت لك تابعني؟ ما انا قلت لك انا دخلت عليك كذا مره والرصيد خلص صدقني، وهم طلبوني وانا ما سمعتش. طب ايه اللي حاصل دلوقتي؟ احكي لي ايه اللي حصل بقى. اللي حصل زي ما قال لك مينا بالظبط، دخلوا على كميل تامر سيرجيوس وكامل تامر سيرجيوس، ذبحوا الاثنين. سيرجيوس كامل تامر ده فصلوا دماغه ورموه في الشارع. ايه ده ايه ده؟ كامل فصلوا دماغه عن جسمه ورموه في الشارع، وكميل خدت الاسعاف ومات في السكه زي ما قال لك مينا دلوقتي. غير كده في حاجات تاني كتير. ايه اللي حصل تاني؟ في اسامه سمير جوده وماهر سمير جوده ومراتهم وعيالهم، دول اصابات خطيره جدا وخدتهم الاسعاف. ورائد عوض وعماد قدر فهيم وبنوب قدر فهيم واسماء كتيره تاني ما قدرتش اتحصل عليها، كل ده متعوض عليهم. عماد قدر فهيم ومين تاني؟ عماد قدر فهيم واخوه بنوب قدر فهيم ورائد عوض وماهر سمير واسامه سمير ومراته وعياله. أسامة سمير ومراته وعياله. طب يعني ايه بعد ما انا قلت لك حرج، بعد ما قلت لك حرج والمحلات وهدي الموضوع شويه، راحوا نازلين على الناس دي، كل اللي شافوه في الشارع دلوقتي بهدلوه. والامن فين؟ الامن فين؟ قدام الكنائس لسه برضه ولا دخل على البيوت شويه؟ الامن يسمع المشكله في المكان الفلاني يفر عليها، هم يكونوا خلصوها وراحوا عملوا مشكله غيرها في الشارع الثاني. ودي بلد كبيره، بلد كبيره كبيره يعني. وكل ده ولسه الانصاف بتاعهم ما اتدفنش، واحنا خايفين جدا من اللي بيحصل ده، لان يا ريت حتى يكونوا دفعت نارهم ان هم ماتوا وذبحوا اثنين وموتوا وكسروا 10 15. لا مش بقول لك ايه استاذ مدحت، انت معاك نمره مدير الامن؟ معاك نمره مدير الامن بتاع البلد ديت؟ معاك نمره بتاع الاسم؟ عايز اطلبه وانا على القناه من على الهوا كده، عايز اطلبه افهم ايه اللي بيحصل في البلد. ممكن اجيب لك نمره مباحث المراغه؟ يا ريت بعد اذنك، يعني ضروري عايز اطلبه وانا على الهوا مع المشاهدين بعد اذنك. يعني اي حد بقى معاه نمره مدير الامن بتاع البلد ديت عشان نفهم احنا بيحصل ايه، عايزين نطلبه على الهوا ونفهم منه. خليك معايا عشان انا ما يجينيش الامن يقف لي عند الباب بتاع كنيسه الرسوليه وكمان بيتكسر وكمان يسيبوا الاهالي تتذبح بالشكل دوت. امن ايه ده؟ صدقني الاثنين اتذبحوا. ما انا عايز افهم، بس انا عايز افهم من مدير الامن ده شغال ايه بالظبط. يعني يا ريت حضرتك تديني التليفونات او اي حد عنده تليفونات مديرين الامن يا ريت يديهمني، اديني التليفون. طب سيادتك في تليفون معايا بس انا مش متاكد منه. يا ريت طب معاك الكنترول روم، اتاكد بس من الارقام ديت الله يخليك، يا الا لو حد عنده اي حاجه للموضوع دوت يعني يا ريت نمر تليفونات الناس اللي ماسكه البلد هناك ديت. قناه الطريق اتفضل. مستر جوزيف انا جون من محافظه سوهاج، جون مراد صليب. أيوة. من قريه الغلسات. ايوه حبيبي ارجوك ساعدنا ارجوك. انا هنا في امريكا واهلي في مصر وانا وحيد اهلي، بتصل باخواتي في البيت بيعيطوا بيصرخوا الحقنا الحقنا وانا مش عارف اتصرف، ارجوك ابوس فوق دماغك اعمل لنا اي حاجه. حاضر. في رعب وقتل واثنين اتقتلوا في البلد وكنيسه اتهزت واتكسرت، ارحمنا ارجوك لو تقدر تعمل اي حاجه اعمل. ادينا مكفينا مش حاملين يعني احنا. طيب يا استاذ جون انا معاكم، انا معاكم على الهوا، هو يسوع معانا فوق الكل، يسوع معانا ما تخافش، يسوع معانا. طب اهلي دلوقتي انا اعمل ايه؟ اهلي بيعيطوا في البيت انا مش عارف اعمل ايه، حد يحل المشكله، حد يحل المشكله، حد يعني يجيب لي. طب نمره مدير الامن او نمر مدير الامن. يا رب. طيب يا رب. يا رب يا رب بنرفع صلاتنا بحمايه للقريه ديت، يا رب نرفع يا رب، ملناش غيرك يا رب، مفيش في ايدينا حاجه نعملها غيرك انت يا رب، غير ان احنا نصرخ لك حمايه دمك يا رب. بيقولوا الامن والامان، لكن انت يا رب اللي عندك الامن، انت اللي عندك الامان يا سيد، انت اللي عندك كل حاجه يا رب، انت اللي تقدر تريح الناس يا رب اللي تعبانه اللي في الخارج اللي اهلها يا رب هناك في القريه باسم يسوع يا رب. حماية دمك على قرية الغريزات يا رب يسوع باسم المسيح، حماية دمك في منطقة المراغي كلها، هدي النفوس يا رب، هدي النفوس واكسر انت بايدك كل شيطان هناك باسم المسيح، اكسر بايدك كل شيطان هناك يا رب. قناة طريق اتفضل، مين معايا؟ الو ايوه يا فندم اتفضل. الو الو ايوه اتفضل حضرتك.
ايوه كنت عاوز ادخل مداخله مع حضرتك يا استاذ جوزيف. كنت عاوز اتفضل. اعرف قناه الطريق بقى لها قد ايه في بتزيد، يعني بالكم قد ايه دلوقتي؟ أؤمر حبيبي، ها؟ بقالنا سنتين، اتفضل. طب انا في نظري السنتين انتوا بيتعاملوا في المشكله مع ديل التعبان، ما بيتعاملوش مع راس التعبان. انتوا بتتعاملوا مع المشير، راس التعبان الناس العيله المالكه في السعوديه والناس اللي عملت اللي هي الاخوان المسلمين والسلفيين. دي الناس دي هي المفروض تتحاكم. انا عاوز اكلمك وعاوز اكلمك من زمان واكلم المستشار مريس صادق ان في يعني الناس اللي في السعوديه دي ممكن تتحاكم. العيله المالكه دي اللي في السعوديه اللي بتحرض الناس، او اي حد من السعوديه بيحرض الناس على قتل المسيحيين والاضطهاد في مصر، يتهم في محاكمة العدل الدولية بتهمة تعديد الأمن الوطني في مصر. العيلة المالكة، خد مثل بسيط، رئيس الوزراء عصام شرف في زيارته الأخيرة في تهنئة العيلة المالكة للعيد 80 في السعودية، هو في نظري إن هو عمل مذبحة مزبيرو، لأن هو طلع في إعلان بعد مذبحة مزبيرو طلع قال ان الاباط موجوده 3 جنود. هو كان من الناس المعتدلين، بس السعوديه والعيله المالكه خليته لجنبه. فانت بتعاملوا مع ديل التعبان، اتعاملوا مع راس التعبان لو سمحت. السنتين دول تذكروا في المجهود اللي انت عملتوه، بس اللي راس التعبان تعاملوا في محكمه عمل دوليه، في تجيبوا اثباتات. تمام. الناس السعوديين بيجيبوا تهديد الامن القومي المصري للمسيحيين والمسلمين. تمام. بتقول يا رب يعمل حاجه، ربنا يعمل حاجه، بس في حاجه لازم نعملها. تمام تمام حبيبي، ونقطتك وصلت. على طول بنقول السعوديه في قلب المشير، وطول حياتنا على طول بنتكلم على موضوع السعوديه ده، ما تقلقش. حاضر. تمام. المسكين المسكين السعوديه في قلب المشير. السعوديه في قلب المشير. طلع علم علم الاستيفين في السعوديه المشير. بتتعاملوا مع ديل التبان. حاضر يا فندم. انا عايزكم تعملوا على راس التبان. حاضر يا فندم. قناه الطريق اتفضل. الو، مين معايا؟ اتفضل. الو، انا استاذ جوزيف. ايوه حبيبي اتفضل، اهلا بيك. على الهوا حضرتك؟ ايوه انا على الهوا، اتفضل. حضرتك كنت طالب رقم مامور باسم المراغه. ايوه الله يخليك، ثواني خليك معايا. خليك معايا. قناه الطريق اتفضل، مين معايا؟ انا اسمي هاني يا فندم، هاني جاب الله من الغريزات، من قريه الغريزات في المراغه. اهلا وسهلا حضرتك. الناس طبعا دلوقتي في بيوتها مش قادره تتحرك من بيوتها، ومع كل اللي عاوز يتحرك من بيته واقفين له 10 20 واحد زي كده ماسكين الاسلحه بتاعتهم، السنج ولا الاسلحه، ويقول لك المسيحيين عندهم الاسلحه وهم اللي عندهم الاسلحه، ويقول لك المسيحيين هم اللي عندهم الاسلحه ويديهم الكنائس. دلوقتي الجيش ماشي بالمشاكل، واقف عند الكنيسه، ما فيش مشاكل، واحنا شاكلين افضلهم. الناس اللي بتقتل فينا في المسيحيين في بيوتنا، وتدخل زي كده وتكسر في بيوتنا وفي اولادنا وفي مراهقتنا زي كده في بيوتنا، نعمل ايه احنا يا استاذ جوزيف؟ عاوزين استغاثه يا استاذ جوزيف، احنا ما ينفعش كده. استغاثه، احنا بنحاول نتواصل لنمارهم، بنحاول نتواصل لنمارهم. احنا دلوقتي الثلاثه اللي ماتوا دلوقتي المعتدي، يعني لو واحد مسيحي معتدي كان دلوقتي جابوه وعملوا حبل مشنقه، لكن دول مسلمين اللي اعتدوا على المسيحي. دي تيجي ازاي؟ ده دلوقتي هيقول لك ايه؟ هيطلعوهم هبل، هيطلعوهم مجانين. ده اللي بيحصل في مصر، وبيحصل في كل مكان دلوقتي، بيطلعوهم مجانين ومش هيعرفوهم. يعني تتخيل حضرتك المخابرات ولا دي ولا الاتحادات العسكريه مش هتقدر غير على المسيحيين فقط، لكن المسلمين لا. المسلمين لما يقتلوا المسيحيين احنا دمنا رخيص عندهم. ده ما يرضيش حد خالص. ما يرضيش حد ان احنا نسيب بيوتنا زي كده ونسيب اهالينا ونمشي من بلدنا. بلدنا فيها تاريخنا. بلدنا ده مصر، دي كلمه قبطيه اساسا، مش مصر كلمه مسلمه، اسلام. هم ناسين كل حاجه. احنا مش عارفين نعملها في استاذ جوزيف، احنا عملنا عشمنا في ربنا وفي حضرتك. انا خلي عشمك، خلي عشمك في ربنا. انا اتصلت بالاستاذ مدحت انادة. طب حلو حلو، انا عارف انه في ناس كتير. اتصلت بالاستاذ مدحت انادة، بصراحه الراجل يعني
احنا شاكرين افضل وشاكرين اللي تعبوا معانا. تمام، ربنا يخليه لنا يا رب، ربنا يخليه لنا. بنقول يا رب عم يا استاذ جوزيف معلش انا اسف يعني. لا لا احنا معاكم، احنا معاكم بنحاول بس نتواصل. انا 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 دلوقتي في ايطاليا بس مش عارف يعني، انا مش عارف ان انا اتكلم ازاي ولا عارف اعمل ازاي. اهلي اللي قاعدين في بيوتها مش قادرين يخرجوا من بيوتهم، يعني ازاي تيجي ديت؟ ده بلدنا الغرزات دي كانت احسن بلد ماسكه نفسها من ايام الثوره. تمام، ان شاء الله ربنا هيتمجد. انا كل اللي انا مطمن له انه يسوع حامي الكنيسه يا جماعه، ولكن انا عارف انه في تعديات كبيره وفي امور كتيره بتحصل، والشيطان قايم بنار زي ما بيقولوا، يعني بيدي نار غير عاديه وبيحرق وعايز يقتل وعايز يفتك باولاد ربنا. لكن احنا نقدر بصلواتنا دلوقتي اول حاجه نرفعها، تاني حاجه هنحاول نتواصل مع جهات الامن تنزل تعزيزات بسرعه شديده جدا، وهم شايفين واعتقد ان كل الدنيا عرفت دلوقتي من خلال القناه، يعني اكيد الناس كلها عرفت من خلال القناه، وانا متاكد ان ربنا هيشتغل. اديك عرفت كل الجهات الخارجيه، جهات العالميه، الناس كلها يعني، جمعيات حقوق الانسان الدوليه كله عرف. وسيلتنا احنا كمنبر اعلامي بنحاول نتواصل معاكم ونقول لكم كل حاجه وبنحاول نعرضها للناس كلها. قناه الطريق اتفضل. الو اتفضل، مين معايا؟ معايا صبحي خلف مدير منظمه الكلمه لحقوق الانسان. مين؟ صبحي خلف مدير منظمه الكلمه لحقوق الانسان. اهلا يا استاذ صبحي اتفضل. حضرتك كنت بتسال على رقم حد مسؤول في امن سوهاج، انا هدي لك رقم مدير النجده. مدير ايه؟ مدير النجده. احنا عايزين مدير النجده فين؟ ما هو النجده دي مش عايز. مدير النجده في سوهاج. مديريه النجده في سوهاج. طب اتفضل خليك معايا على الكنترول روم، خليك معايا. مدير النجده في سوهاج. قناه الطريق اتفضل، مين معايا اللي بعده؟ مساء الفل يا فندم، هاني معاك. مين؟ هاني غالي معاك يا فندم. اتفضل يا استاذ هاني. استاذنا انا كنت زعلان جدا من الاتجازات اللي حصلت من الكنيسه ومن الانبا بولا. مين؟ ايه اللي حصل؟ انا الو طيب خليكم معايا يا جماعه ثواني كده نشوف الطابور الطويل ده لغايه ما اجيب بس النمر اللي معايا عشان اوريكم ان نحاول نتواصل مع بتوع النجده. الو الو ايوه اتفضل حضرتك. انا معك سمير من بلانا تبع سوهاج. مين معايا؟ سمير تبع سوهاج من سوهاج. اتفضل حبيبي اتفضل. يا استاذ جوزيف دلوقتي، طب دلوقتي يعني المدير الامن يعمل ايه؟ يعني المدير الامن مش عارف حاجه دلوقتي؟ ما هو المدير عارف وكل الناس عارفه هناك، المفروض ينقذ الناس دي، حرام يعني حرام. ما هو نازل في تعزيزات امنيه نزلت بس مش كافيه، عايزين تعزيزات امنيه كبيره، عايزين ناس تنزل. يا عم مش هينفع، المدير الامن عنده خبر. طب انت عايز نعمل ايه طيب؟ عايز نعمل ايه قول لي؟ يعني حاول كده يعني اقل حاجه يعني ننقذ الناس دي، الارواح دي حرام يعني. اعمل ايه طيب؟ قول لي اعمل ايه؟ اديني يعني حل بسرعه وانا قاعد هنا اهوت قدامك، قول لي اعمل ايه بسرعه وانا اعمله. طب هو احنا نقول ربنا يقف. اكيد بس كده نوصل لربنا وناخد حقنا في البلد، من حقك في البلد انه الداخليه تحميك. الداخليه تحميك. ما من حقنا الداخليه تحميك. طيب انا همشي لغايه ما اخد كل حقوقي بالظبط. هنتصل دلوقتي على الهوا عشان يبقى قدام الملايين ان كانوا تقاعسوا، وانا هحملهم مسؤوليه الدم اللي هيحصل في القريه ديت دلوقتي، هحملهم قدامكم قدام 350 مليون مشاهد مسؤولية الدم اللي هيحصل دلوقتي في القرية. ناخد اللي بعده، مفيش تليفونات بترد في النجدة. أنا الطريق اتفضل، مين معايا؟ هاني معاك يا فندم. اتفضل يا أستاذ هاني، اتفضل. أستاذنا أنا زعلان من الاتجازات اللي حصلت من يا حبيبي، مالناش دعوة دلوقتي بالأنبا بولا وكده، الأنبا بولا يعني حبيبنا ولازم تفهم الوضع الصح، الناس بتكذب بره. بيكذبوا يقول لك قوايم وبره والحاجات ديت، مش موضوعنا دلوقتي، اخواتك بيموتوا. قناه الطريق اتفضل، مين معايا؟ الو ايوه اتفضل. الو ايوه يا فندم اتفضل. ايوه جوزيف. ايوه حبيبي اتفضل.
معاك رمزي فريد، انت عارفني كويس من زمان. استاذ رمزي اتفضل. ازيك يا شريف، اخبارك ايه؟ مشكورك. انا هكون مركز معاك، استاذنك نوقف شويه شغل انتخابات وركز على الغرازات. حاضر. عايز كده مشكله جامده قوي. حاضر. حط السوق المسلحه موجوده تمام. لكن مفيش حمايه جيده للبشر، مفيش فصل. والناس بتخش وتنهب وتسرق وتقتل زي ما عايزه. طب حضرتك بتتكلم منين؟ انا بتكلم القاهره، بس انا ليا ناس جوه القريه واخد معلومات اكيده، مش احتماليه، معلومات مؤكده 100%. تمام يا استاذ رمزي. تمام، تقدر تجيب لي نمره الله يخليك اي حد من بتوع الداخليه هناك؟ كنت ابونا اثناسيوس سكرتير سيدنا المرحوم اسقف سعيد. سكرتير الانبا بخوم ماله؟ اسقف سعيد. الو يا فندم. الو. ايوه يا فندم. يا سياده العميد. أيوين. يا سياده العميد. أيوين. يا سياده العميد. أيوة. عامر، انا عايزك تقول لي ايه الوضع دلوقتي بعد اذن حضرتك. انا بستغيث بحضرتك من القريه اللي في المراغي، جايلنا شكاوي كتير، احنا على الهوا مباشره من قناه الطريق، ومش لاقيين اي حد يروح يحمي الناس اللي بتتدبح هناك. يا سياده يا سياده العميد، في قريه الغريزات عندك في مركز المراغي، انت ما عندكش خبر؟ ما عندكش خبر ولا ايه؟ سيادة العميد عامر، سيادة العميد عامر، حضرتك سيادة العميد عامر، العميد عامر، حضرتك يا فندم بعد اذن حضرتك ما جالكش اي نجدة من القرية بتاعة الغريزات تبع مركز المراغي في سوهاج؟ كلنا هناك، في ناس اتذبحت يا فندم. حطوا تعزيزات امنية لو سمحت، نزلوا لنا تعزيزات امنيه، الاقباط بتتذبح. المدير وكله موجود هنا في الغرزات. طب حضرتك الناس اللي اتذبحت دي ايه؟ الناس اللي ماتت دي كلها في الغرزات. ماشي حضرتك يا فندم بعد اذن حضرتك، احنا مش عايزين بس قدام الكنايس، في بيوت الاقباط هناك بيدخلوا عليهم يذبحوهم، وجاي لنا مليون شكوى هنا على الاعلام. يا سيادة العميد بعد اذنك، يا سيادة العميد لو سمحت، عربيات بعد اذن حضرتك اعمل تعزيزات من القرى اللي جنبكم ارجوك، في بلطجية كتيرة هناك. تمام سلامتك. تمام شكرا. معاك جوزيف نصر الله من قناة الطريق. معاك جوزيف من قناة الطريق. والله بسامعك حضرتك. انا 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 جوزيف من قناه الطريق. حضرتك يا فندم، يا سياده العميد عامر، معاك جوزيف من قناه الطريق، قناه اعلاميه جايلها شكاوي الدنيا، ناس بيخشوا بيدبحوا في المسيحيين هناك، عشان كده انا بنقل لحضرتك الشكوى والاستغاثه بعد اذنك. احنا مواطنين وعايزين نعيش في البلد دي براحتنا ومؤمنين، وحضرتك دورك دوت بعد اذنك، يعني عايزين ناخد حقوقنا ونعيش في البلد بامان بعد اذنك. الامان بيجي من وزاره الداخليه، فبعد اذنك كحد من المامور اللي مسؤول هناك. كله هنا كله تمام. طب فهمني كله تمام ازاي يا سياده العميد؟ فهمني كله تمام ازاي؟ في واحد اسمه كامل راسه فصلوا راسه ودبحوه ورموه في الشارع، ازاي تمام يا فندم؟ بتقول لي ازاي تمام يا فندم بعد اذنك؟ كلمه تمام دي جايبها منين حضرتك يا سياده العميد؟ يا سياده العميد يا فندم، انا مش سامع كده. نروح لمين؟ طيب نروح لمين سيادتك؟ قول لي نتكلم. كلمة سمعك. طيب دلوقتي سامعني؟ اعتقد دلوقتي سامعني صح؟ دلوقتي سامعني حضرتك صح؟ حضرتك سامعني يا فندم؟ يا سيادة العميد عامر، سامعني؟ طب بعد اذنك. الصوت مفيش خالص. كده كويس الصوت؟ كده وصلك الصوت؟ قصر الفوبري تاني. طيب ماشي يا سيادة العميد، شكرا يا سيادة العميد. ادي المكالمه. اطلبوا لنا حد تاني. معلش كنترول روم يطلبوا تاني. سياده العميد عامر ومكالمه على الهواء مباشره، استغاثه للناس في قريه يا يسوع. يقول لك مفيش حاجه، كله تمام.
قرية الغريزات تبع مركز المراغي سوهاج. العميد بيقول كله تمام. ما نشوف. العميد عامر ناصف كان معايا على الهوا. حاول اطلبه مرة تاني. معلش مشاهدين قناة الطريق يعني سامحوني، انا بحاول اعمل حاجة لان احنا هنا برضو دول اخواتنا ونحاول نعمل اللي علينا. نحاول نعمل اللي علينا. انا معرفش مش سامعني ازاي يعني. قرية الغريزات ومقتل كميل كامل وكامل كامل والاعتداء على أسامة سمير وعماد أدري فهيم وأبنوب ورائد عوض غير مرات أسامة سمير و طيب أخد تليفونات عادية لغاية ما يجي لي التليفون بتاع العميل. تفضل. مين؟ تفضل حضرتك مين معايا؟ ألو. أيوة فندم تفضل. سمير. تفضل يا أستاذ سمير. الو مساء الخير. ايوه فندم اتفضل حضرتك. انا على الهوا على كده. ايوه دلوقتي المشاكل اللي حاصله في القريه بتاعتنا في قريه الغريزات في جوزيف ملهاش اخر يعني ملهاش لوبها عشان تلاقي من وراها لقمه عيش بالحلال يجوا شويه بلطجيه كده يكسروا البيت ويهدوا البيت وياخدوا الحاجه ويمشوا بيها. ما اكتفوش بكده دخلوا البيت من جوه اخذوا الحاجه بتاعتهم كلها. سيبك من دي دخلوا على البيت اللي بعد منه كسروه وخدوا الماشيه بتاعت الناس البهايم بتاعت الناس بيدبحوا في الناس بيقتلوا في الناس بيولعوا في بيوت الناس. الناس دي ما لهاش اهل يترد عليها. احنا لينا ربنا يسوع هو اللي دفع عننا ماشي ونعم بالله، لكن احنا عايزين الناس اللي احنا بندفع لها ضرائب دي الضرائب دي احنا بندفعها عشان تحمينا بالزبط. مش عشان يدبحونا وياخدوا الحاجه بتاعتنا كده. بالظبط. انا عندي طفل يا استاذ جوزيف بيقوم مرعوب دلوقتي من اول ما شاف المنظر. ان شاء الله ما تخافش. قناه الطريق اتفضل مين معايا؟ الو اتفضل. الو ايوه يا فندم مين معايا على الهوا اتفضل. الو قناة الطريق. طب اللي بعده اتفضلي. ايوه اتفضلي حضرتك انا على الهوا معاكي اتفضلي. الو ايوه ومش سامعيني. ايوه اتفضل سامعاني ولا لا؟ انا مريم من عزبة النخل. اتفضلي يا استاذة مريم. انا بقول اسمي مريم كامل من عزبة النخل ومش خايفة على فكرة. تمام. يعني ايه اخرة اللي بيحصل دوت؟ ايه اخرته يعني؟ حضرتك بتتصل وبالامن واللواء ومدير الامن، ما هم كانوا واقفين وهم بيضربوا فينا في مسبيرو وبيضربوا فينا في كل حته. بنستنجد بمين بالظبط؟ تمام شكرا ليكي. انا بستنجد باللي المفروض يكون بيحمينا عشان اثبت للعالم كله اهو مش بيرد على التليفون يا اخت مريم من عزبة النخل. انا بثبت للعالم حاله مش اكتر ولا اقل. قناه الطريق اتفضل. أنا نجدتي بيسوع الأول ولكن باخد حقي في البلد وده الطريقة الشرعية المفروض أتكلم فيها. دي الطريقة الشرعية اللي المفروض أخد حقي بيها بمشي بيها خطوة واثنين وتلاتة عشان أثبت للعالم كله إنه الأمن هو هناك وبرضو البلطجية فوق الأمن. البلطجية فوق الأمن بيسجروا مع بعضيهم. قناة الطريق اتفضل مين معايا؟ عماد مع حضرتك يا أستاذ. اتفضل يا أستاذ عماد. انا كنت كلمت حضرتك امبارح بعت الفيديو وبعت البطاقه بتاعت صوره البطاقه بتاعت والدي اللي هو الانتخابات كانت حاطين والدي المتوفي حاطين الانتخابات اسمه نازل في كشوف القوائم. الو ايوه فندم. ايوه فندم معاك. انا عارف انت داخل في الانتخابات واحنا في مشكله في قريه بس بعد اذنك. قناة الطريق اتفضل مين معايا؟ الو مساء الخير. مساء النور اتفضل حضرتك بسرعه عشان عندنا برنامج تاني دلوقتي. انا في غايه الحزن على اللي بيحصل في مصر
ما دام الامن ولا الداخليه ولا الجيش ما بيجيب لناش حقنا يبقى لازم احنا ناخد حقنا بايدينا. لازم الناس كلها تدافع عن نفسها، تتسلح وتضرب وتقتل اللي بيقتلوهم. لازم يتحركوا، مش معقوله كده يعني بيدهسونا في مسبيرو، بيقتلونا في المقطم، بيروحوا القديره ويقتلونا. الامن واقف وبنتقتل، مش معقوله، مش ممكن دوت. لازم الناس المسيحيين كلهم يتلموا، ما دام هم بيتلموا ويقتلوا في المسيحيين لازم المسيحيين يتلموا. شكرا حضرتك. ومعايا المستشار موريس صادق في رايه في عجاله. اتفضل يا سياده المستشار، اهلا بيك يا فندم. يعني انا بقول لكل الناس اللي في امريكا اللي عمالين يصرخوا ويقولوا الحقونا، عليهم انهم يتصلوا بالسفاره المصريه في واشنطن او القنصليات ويطلبوا منهم انهم يتدخل السفير سامح شكري لإنقاذ إخواتهم اللي موجودين في القرية. اتحركوا اللي في أمريكا، خلاص حزب الكلب انتهى. زي ما بتتصل بقناة الطريق برضو اتصل بالسفارة، اتصل بالقنصلية، كونوا وفد وروحوا القنصليات في نيويورك أو تروحوا السفارة في واشنطن العاصمة وتقولوا انقذونا، ما تقعدوش قاعدين في أمريكا تتصلوا بالتليفونات مش هينفع. اتحركوا انتوا. خليك معي سيادة المستشار. ومعنا تليفون تاني. سيادة العميد عامر بعد إذنك. سيادة العميد عامر، سيادة العميد عامر، سيادة العميد عامر معايا حضرتك. أنا يعني أنا بس عايز أفهم الموقف الأمني عندكم شكله إيه بعد إذنك، الموقف الأمني وإزاي نحمي الناس اللي داخلين عليها البلطجية دلوقتي. بعد إذنك اديني تقرير بسرعة بعد إذن حضرتك. نعم استاذ عامر، سياده العميد عامر، سياده العميد عامر، سياده العميد عامر معايا. طيب اتفضل يا سياده المستشار. انا بس بثبت للناس، انا بس حابب اثبت لك واثبت للناس ان ودني من طين ودني من عجين. انا بكلم عميد بيقول لي نعم مش سامعك، ايه في ايه، كله تمام. اتفضل يا سياده المستشار. نتكلم غيره برضه. وانا برضه بحس الناس في مصر عليهم انهم يتصلوا بكل الجهات الامنيه بوزاره الداخليه، والناس اللي في امريكا برضه، اي واحد في امريكا ممكن يتصل بوزاره الداخليه في مصر ويتصل بمديريه الامن ويتحركوا. مش قناه الطريق لوحديها تتحرك، انا عايز كل الناس تتحرك. انتوا اتصلوا فوق السماعات، قولوا لكل وكالات الانباء، اتصلوا اللي يعرف صحيفه في مصر يتصل بيها، اللي يعرف جورنان، اللي يعرف صحفي، اللي يعرف مدير امن في اي مكان، مش لازم في سوهاج. اتحركوا. في كمان في سوهاج انا بوجه نداء من طريق قناه الطريق لعائله اللواء صبحي سليمان المرشح القبط العظيم، العائله اللي بتنجح دايما في كل العصور وتمثل الاقباط في سوهاج. ارجوكم اتدخلوا لانقاذ قريه الغريزان. قريه الغريزات تبع مدينه المراغه، تبع محافظه سوهاج. قريه الغريزات مدينه المراغه محافظه سوهاج. اخواننا في على قناه الطريق في كل مكان في اوروبا في اسيا، انتوا برضو عليكم تتحركوا، تتصلوا بوزاره الداخليه في مصر، بالنجده في مصر، بمدير امن سوهاج، بمدير امن انا، بمدير الامن العام، بالمباحث العامة. اعملوا حاجة، اتحركوا. المرشحين حتى الأقباط المرشحين نفسهم عليهم أيضا أن يتحركوا. أنا عارف أن عندك برنامج تاني. شكرا لكن أنا بشكرك جدا أنك عملت لي المداخلة المهمة ديت. إذا دعوة أعزائنا المشاهدين إلى السفارات المصرية هنا بسرعة، أرقام السفارات المصرية موجودة في الويب سايتات وموجودة في كل حتة، يا ريت الناس تتحرك. يعني وكالات الأنباء العالمية، هناك استشهاد 2 من الأقباط دلوقتي إلى الآن في قرية الغريزات. وطبعا حضراتكم أعزائنا المشاهدين بنحاول نتواصل مع جهات الأمن، ولكن أنا وعدكم أن احنا دلوقتي هنطلع على الهواء مع أبونا عبد المسيح بسيط لغاية ما أنا أشوف إيه اللي بيحصل ونقدر نكلم مين أمنيا ومين تبع حقوق الإنسان ومين اللجان اللي تقدر تعمل حمايات
سريعه جدا جدا، لكن حمايتنا تاني زي ما قلنا شخص المسيح. اعزائنا مشاهدين قناه الطريق، سيظل منبر قناه الطريق هو صوت كل مضطهد، وغرفه العمليات لتحرير الاقباط من سيف، اي سيف بيجي على رقبتهم واي تعدي بيجي ناحيتهم باسم يسوع قادرون عليها، قادرون على امتلاكها، وقادرون ويسوع يقدر يحامي. احنا مش هنقدر نعمل حاجه لكن يسوع يقدر يحامي. اعزائي المشاهدين بنشكركم والى اللقاء، واشوفكم بعد الحلقه بتاعه ابونا عبد المسيح بسيط، الحلقه الجميله اللي فيها دفاعيات عن ايماننا لغايه بس ما نشوف هنعمل ايه. وبعد الحلقه دي احاول اطلع معاكم مره تاني ان قدرت، او ان لقيت حاجات ممكن نقدر نعملها بسرعه. شكرا اعزائي المشاهدين، ومش هن مش ابدا مش هنتخلى ابدا عن قضيتنا زي ما عودناكم. شكرا. في كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة.